بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. حلقه جديده النهارده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي، والنهارده هتكون ماتش مهم جدا 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 كعاده ماتشات النادي الاهلي قدام نادي انبي في الاسبوع ال30 للدوري الممتاز. طبعا هو ماتش مهم زي بقيه ماتشات النادي الاهلي كلها مهمه في الاوقات الحاسمه ديت اللي هي بتاعه حسم بطوله الدوري، وبعد نتيجه المباراه اللي فاتت او المباراتين اللي فاتوا لينا واحنا ونادي الزمالك. طبعا مطالبين الفتره اللي جايه دي كلها بقيه الماتشات كلها ان النادي الاهلي يحقق الفوز على امل ان نادي الزمالك يتعثر او يعني يتعادل المباراه يخسر المباراه، هو ده الامل. انما لازم احنا المباريات اللي جايه كلها مباريات كؤوس، كلها مباريات كؤوس. معلش هتقول لي احنا اللي حصل وكنا معلش احنا اتحطينا في الموقف ده، وعندي كلام كتير جدا هتكلم عليه علشان الموقف اللي احنا فيه. يعني احنا اولا اليومين دول بنشوف بعض الامور اللي هي الناس بتحب تشتتنا عن المرحله الصعبه اللي احنا فيها دي دلوقتي. يقعدوا يطلعوا طبعا شويه اشاعات يقول لك مش عارف في ناس بتفكر دلوقتي زي الشناوي مثلا، ان الشناوي جاي له عرض احتراف، وان الشناوي بيفكر وكل تفكيره ان هو عايز يطلع بره. احنا عارفين الشناوي طبعا حارس كبير جدا، وعارفين ان هو ان ما كانش يعني من احسن الحراس في افريقيا، لا هو احسن حارس في افريقيا، حارس كبير جدا ومقدم موسم متميز جدا جدا السنه دي، وطبيعي انه يعني يجي له عروض من بره، نجم كبير وحارس مصر وافريقيا الاول. لكن الناس بتردد النغمه دي ليه دلوقتي او اليومين دول؟ هي بتحط الشناوي في موقف عشان تخرجه عن تركيزه، وفلوس لنادي الاهلي وفلوس للشناوي. اللي انا عايز اقوله في الفتره دي الجمهور ما يمشيش ورا الشائعات دي خالص. دي يعني ده مثال من ضمن الامثله اللي بتتقال اليومين دول علشان يطلعوا تركيزنا عن الفتره الحاسمه دي. احنا الفتره دي في ضغط غير طبيعي، ضغط غير طبيعي على لعيبه النادي الاهلي، والكلام ده من فتره من زمان، لكن الفتره دي بتزيد شويه الشائعات. هم عايزين يخرجونا عن تركيزنا الفتره دي، خصوصا بعد الماتش اللي فات، خصوصا بعد الماتش اللي فات. يقول لك بقى احنا ندوس عليهم دلوقتي علشان نخلص عليهم. بس احنا لازم جمهورنا يكون واعي جدا كعادته، جمهور النادي الاهلي احنا متعودين ان هو بيفهم الحاجات دي وعارف الحاجات دي، والحاجات دي بتعمل كل سنه. ان احنا مركزين في حاجه واحده بس نتمناها للنادي الاهلي، حسم الدوري. ان شاء الله ان شاء الله يحصل، رغم التعادل في المباراه اللي فاتت، لسه 5 ماتشات. الماتش الواحد ممكن يحصل فيه حاجات كتير قوي، والفرق نقطتين بيتعوض في مباراه، فرق نقطتين بيتعوض في مباراه، وده اللي حصل. يعني احنا كنا راكبين الجدول، تعادلنا مباراه، نادي الزمالك كسب مباراه، بقى هو الاول بفرق نقطتين. حصلت وممكن تحصل تاني، وخمس ماتشات ده كتير قوي. يعني 5 ماتشات ما تعرفش ايه اللي ممكن، ده ممكن تروح وتيجي وتروح وتيجي، وان شاء الله تيجي للنادي الاهلي ويحسم الدوري في النهايه. لكن ما نمشيش ورا الشائعات دي، اول حاجه انا عايز اتكلم فيها. تاني حاجه بقى، علشان في ناس هجمتنا الفتره اللي فاتت ان احنا يقول لك ان احنا بندلع اللعيبه، احنا هنا يعني في الاستوديو بندلع اللعيبه. طيب ماشي، نيجي كده على السنه اللي فاتت ديت، او السنه الموسم اللي احنا فيه ده، بالموسم اللي فات، لان الموسمين دخلوا في بعض ما خدناش اي راحه. طيب اللعيبه دي اللي بتلعب كل يومين ثلاثه مباراه، كل يومين ثلاثه مباراه، ولما كان بيتاجلها هتقول لي ما كان بيتاجلها ماتشات، ما لما كان بيتاجلها ماتشات كانت بتلعب في بطولات ثانيه. لو فاكرين كنا بيتأجل لنا ماتشات دوري بنلعب في افريقيا، بيتأجل لنا ماتشات دوري بنلعب في كاس العالم للانديه، بيتأجل لنا ماتشات دوري بنلعب في السوبر الافريقي. يعني احنا لعبتنا ده لو مكن
كان قال جاي يعني مش قادر. لازم برضو لازم برضو نفكر الموسم ده عدى على اللعيبة ازاي، نفكر اللعيبة دي دخلت كام بطولة من شهر اكتوبر اللي فات وكسبوا كام بطولة من شهر اكتوبر اللي فات. نفكر حضراتكم مرة تانية. بصوا قبل ما نتكلم في الموضوع ده، انا مع حضراتكم ان احنا لازم نزعل. احنا بنزعل، احنا تعودنا في النادي الاهلي على كده، مش واخدين على التعادل، مش واخدين على التعادل، احنا طول عمرنا كده. ولكن في الفترات دي، في الفترات دي جمهورنا هو السند والدعم الاول لينا في الفترات الصعبه دي. نيجي بقى للبطولات اللي لعبها النادي الاهلي من السنه اللي فاتت اللي هو كملنا فيها السنه دي، ونشوف اللعيبه دي عملت ايه، اللعيبه اللي بعض الجمهور بيهاجمها دلوقتي. انا عارف ان ده زعل، ولكن في الاوقات الصعبه اقف وراهم، في الاوقات الصعبه لازم ادعم اللعيبه ديت، لان هم محتاجين الدعم، هم محتاجين دلوقتي المسانده من جمهور النادي الاهلي، هم محتاجين كده دلوقتي. دخلوا السنه اللي فاتت بطوله الدوري، او البطوله اهي، كسب بطوله الدوري، بعد كده كاس مصر، كسبوا كاس مصر، يمكن قبل كاس مصر كان في بطوله افريقيا كمان، خدنا افريقيا وكسبنا كاس مصر، ورحنا الدوحه كاس العالم، خدنا تالت كاس عالم، ودي تعتبر بطوله، انك تاخد ميداليه برونزيه في الظروف الصعبه ديت، دي بطوله خاصه. بعد كده السوبر الافريقي برضو خدوه اللعيبه دي، بعد كده اللعيبه اللي بتمثل النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني، بعد كده دخلنا في بطوله افريقيا الثانيه. وحتى يعني اكتر الناس المتفائله قالت يا سلام، بس احنا عايزين ايه، نوصل للفاينل، ومجرد وصلنا للفاينل النادي الاهلي بياخد البطوله. ماشي، وصلنا للفاينل وخدنا البطوله، احنا دخلنا اربع بطولات، خدنا الاربع بطولات، يعني نسبه النجاح كام؟ 100%. نسبه بمين؟ بنفس اللعيبه دي اللي بعض الجماهير بتهاجمهم الفتره اللي فاتت او اليومين ثلاثه اللي فاتوا. تتكلم عن هم اللعيبه اللي دخلوا اربع بطولات جابوهم، والخمسه جابوا تالت كاس عالم، جابوا تالت كاس عالم. يبقى نسبه نجاح اللعيبه دي 100%. طيب لما اجي العب في الظروف الغير طبيعيه ديت، والموسم الصعب والشاق جدا 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 على لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي، الجهاز الفني، ممكن يحصل اخطاء؟ طبعا ممكن يحصل اخطاء، عادي ممكن يحصل اخطاء. هل في الظروف دي ممكن تكسب على طول؟ انا بقول لك لا، هيبقى ممكن يبقى فيه وقعه، ممكن يبقى فيه تعادل، عادي. احنا مش من النوع اللي احنا بنخبي ولا بنداري ولا نحط وشنا في الارض ولا ان احنا نتجاهل الاخطاء اللي بتحصل، لا، بنلمس عليها، بنقولها، ولكن لما باجي اقولها في اسلوب اقول بيه الاخطاء دي. انا مش عايز اهمد اللعيبه، مش عايز احبط اللعيبه. التوقيت ده، التوقيت ده كلنا بدون استثناء لازم نقف ورا فرقه النادي الاهلي، لازم نقف ورا فرقه النادي الاهلي. دي المرحله الحاسمه في الدوري المصري الممتاز. احنا كانت الاولويه او الافضليه الاول لنادي الزمالك، وبعدين احنا كان لينا ماتشات متاجله، لما لعبنا الماتشات المتاجله بقينا احنا بفارق الاهداف والمواجهات المباشره، فارق الاهداف ملوش علاقه فبقى اللقاءات المباشره، ولكن عادي وممكن يحصل ان انت تقع مباراه، بس دي مش نهايه المطاف، دي مش نهايه المطاف. احنا بنتكلم ان انت طول ما في لسه مباريات يبقى لسه في امل ان انت تاخد البطوله، ده وضع طبيعي. احنا عندنا الماتشات، شفتوا حضراتكم خلال السنه دي كلها يمكن ما لعبناش ماتشين ثلاثه على بعض بقايمه واحده، اصابات، كورونا، غيابات، وده وضع طبيعي لما بيبقى في ظروف صعبه كده، وضع طبيعي ده يحصل.
وضع طبيعي ان انت ممكن ما تكسبش كل الماتشات، ممكن تقع في مباراه، ممكن تقع في مباراتين، لان الظروف صعبه جدا 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 جدا، من اصعب المواسم اللي مرت على لعيبه النادي الاهلي عادي. وبعدين خلي بالكم احنا في الفتره ودي قلناها الاستوديو اللي فات لما مستر كارتيرون طلع قال لك ان انا لقاءاتي في الاخر هتبقى مع فرق بتصارع على الهبوط، ونسي ان النادي الاهلي في الفتره اللي هو كان اللعيبه في المنتخب الاولمبي ولعيبه النادي الاهلي كان في مش هقول كام واحد اساسي، الناس قالت لي المره اللي فاتت انت اتكلمت عن 5 6 3 اساسيين في الفرقه او 4 اساسيين في الفرقه، يعني بتتكلم تقريبا على قريب نص التيم. الظروف دي مش هيلعب فيها نادي الزمالك في الاخر، على مستر كارتيرون لما قال الكلام ده، انت مش هتلعب مع الفرق دي في الظروف دي اللي لعب فيها النادي الاهلي مع الفرق ديت. النادي الاهلي لعب مع الفرق دي من غير الفرقه الاساسيه بتاعته او 3 4 لعيبه من الفرقه الاساسيه بتاعته. احنا ناسيين الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي والكل مريح، والمنتخب الاولمبي كان واخد لعيبه النادي الاهلي ومنهم محمد الشناوي واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن. انا هتكلم على 3 4 الاساسيين بس، مش هتكلم على 6 7. احنا نسينا الحاجات دي، والنادي الاهلي لعب الماتشات دي وشفنا الفرق عملت ايه معاه، الفرق اللي هي الصغيره اللي تحت، اللي هو مستر كارتينو قال لك مفيش تكافؤ الفرص بعد كده للنادي الاهلي، هيلاعب فرق خلاص ما عندهاش اي طموح، لان اتحاد الكوره قتل الطموح بتاع الاربعه الاوائل او الثالث والرابع اللي هم هيمثلوا مصر في الكونفدراليه، وهو ما شافش الجدول طبعا، واحنا اتكلمنا فيها مش هنتكلم تاني، وهو هيلاعب الفرق الصغيره دي، واحنا لعبنا الفرق الصغيره دي ورا بعض 4 ماتشات ورا بعض. الماتش الاخير كانت لعيبه المنتخب الاولمبي رجعوا، بس كانوا رجعوا اول امبارح وماتشنا النهارده، فالوضع الطبيعي عشان فرق التوقيت كانوا واخدين راحه بره. فالفتره دي اللعيبه اكيد عليهم يعني حاجات معينه لازم ينفذوها، من ضمنها ان انا اركز ان انا اكسب كل مباراه، مفيش قدامنا غير كده. احنا حطينا نفسنا في موقف ولعبتنا رجاله واحنا عندنا ثقه فيها، لعيبه والجهاز الفني احنا عندنا ثقه فيهم، ان شاء الله الخمس مباريات اللي جايه مفيش قدامنا لا بديل بقى دلوقتي، لا بديل سوى الفوز بس، ونستنى. الجماهير في الفتره دي لازم ان احنا نقف ورا فرقتنا، كلنا نقف ورا فرقتنا. هتشوف اخطاء؟ هنشوف اخطاء، بس الفتره دي احنا بنلعب على نتائج، ما بنلعبش على اداء ونتيجه. لا، ممكن الاداء ما يبقاش كويس، ممكن الاداء ما يبقاش كويس لان في ضغوط، مع الضغوط ممكن. اللي انا عايزه 3 نقط من الماتشات اللي جايه، كل ماتش انا عايز المكسب بس. احنا جمهورنا خلي بالكو، مر بالمواقف دي كتير جدا جدا جدا، احنا كلعيبه مرينا بالمواقف دي كتير جدا، خرجنا منها على خير ربنا وجمهور النادي الاهلي. في اوقات كتير جدا انا قلت لحضراتكم كده المره اللي فاتت او الاستوديو اللي فات، كنا احنا بنبقى كلعيبه هنكمل وان شاء الله لحد اخر وقت هنكمل، وبتبقى المواقف الساعات بتبقى اصعب من كده، بس بنبقى يعني حتى عايزين اللي ايه، اللي يسندنا شويه، اللي يزقنا، اللي يخش معانا ويدينا الامل. هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي كان طول عمره معانا كده وما زال. مش خساره نقطتين، تحبطك وتخليك تدوس على لعيبتك وتحبطها، لا. ده جمهور النادي الاهلي اللي تعودنا عليه، هو اللعيب رقم واحد، مش جمهور، هو لعيب. جمهور النادي الاهلي هو اللعيب رقم واحد قبلنا كلنا، هو ده اللي بنستمد منه قوتنا، والتوفيق من عند ربنا، الفترة دي فترة مهمة جدا جدا جدا،
وصعبه جدا 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 في مرحله حاسمه للدوري العام. لازم كلنا باذن الله نبقى ورا فرقتنا. وده مش جديد على جمهور النادي الاهلي. اللاعب رقم واحد في فرقه النادي الاهلي. نروح بقى لماتش النهارده قدام نادي انبي. طبعا ماتش مش سهل جدا. لان الماتشات بتاعت الاهلي وانبي دايما بيكون فيها نديه واثاره. خصوصا ان المدير الفني لنادي انبي الكابتن حلمي طولان دايما بيجيد اللعب مع الكبار. ماتش هنشوف مباراه فنيه جوه الملعب ومباراه تكتيكيه خارج الملعب بين اتنين مدربين كبار مستر موسيماني وكابتن حلمي طولان. الفتره دي زي ما قلنا نادي الاهلي مركز كويس قوي. باذن الله مفيش قدامنا غير المكسب. كل اللعيبه مركزين في الماتش. الفتره فترات الراحه بين الماتش واللي بعده قليله جدا. حتى ما بنلحقش ان احنا يبقى فيه تصحيح للاخطاء، ولكن بيبقى فيه على الاقل محاضرات نظريه من مستر موسيماني. انما كل لعبتنا مركزه في الماتش. كل لعبتنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جاهزين لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط. الاهلي طبعا النهارده بيدخل اللقاء وهو بيفتقد جهود نجمنا الهداف محمد شريف هداف النادي الاهلي والدوري بسبب الاصابه. ان شاء الله طبعا الشد الخفيف حضراتكم كلكم عارفين طبعا الشد لما بيجي اللعيب على الاقل حتى لو خفيف اسبوع او 10 ايام. ده بالقليل. يعني هو ممكن شريف ما يلحقش ثلاث ماتشات على الاقل. وزي ما احنا عارفين شريف لعيب مهم جدا 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 في الفتره اللي فاتت، وشفناه في الفتره اللي فاتت هو هداف بالفطره. يعني بيعرف طريق المرمى وهو مغمض، مع ان هو مكانه الاساسي مش راس حربه. ولكن هو الفتره اللي فاتت كان عامل مؤثر جدا 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 مع زمايله في معظم المباريات اللي كسب فيها النادي الاهلي. كمان عندنا غيابات ثانيه، بدر بنون ولو انه تعافى ولكن ابتدى بعد الكورونا ان هو ابتدى التدريب مره ثانيه. وعندنا طبعا اصابه للكابتن وليد سليمان ولسه برضه بيتعالج. كلهم لعيبه مهمه، انما احنا عندنا ثقه في اللعيبه اللي موجوده. عندنا ثقه في اللعيبه الموجوده ان هم يقودوا الفريق ان شاء الله للفوز. كلنا ثقه في نجوم الفريق والجهاز الفني. عندنا نجوم كتير جدا، عندنا احنا بنتكلم على الخط الامامي، الخط الامامي عندنا حسين الشحات وعندنا قفشه وعندنا كهربا وعندنا من ورا حتى السليه وديانج ساعات بيطلعوا وعندنا طاهر محمد طاهر وعندنا صلاح محسن، يعني عندنا مجموعه كبيره ان شاء الله باذن الله رب العالمين تقدر النهارده تعوض غياب محمد شريف. كل جاهز باذن الله رب العالمين لتقديم مستوى طيب وان شاء الله نحقق الفوز. تعالوا بقى نطمن على فريقنا ونروح لكريم احمد زميلنا مراسل قناه الاهلي يقول لنا اجواء الفريق من فندق الاقامه قبل بدايه المباراه. اتفضل يا كريم. شكرا ليك يا كابتن ايمن، والشكر طبعا موصول لكل جمهور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق النهارده مع لعبتنا في مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، الاهلي وانبي الجوله 30 على استاد الاهلي ويا السلام. ان شاء الله باذن الله لعبتنا كالعاده تكون على قدر المسؤوليه، التركيز الكبير، التحضيرات خلال ال 48 ساعه الماضيه من بيتسو موسيماني، كل الامور دي ان شاء الله تنفذ وتكلل بالجهد الكبير داخل 90 دقيقه بناملها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. استعدادات بالنسبه للتدريبات الاخيره، المحاضرات، الجلسات، جلسه كابتن محمود الخطيب بيتسو موسيماني، اللاعبين الكبار اللي ليهم دور كبير جدا الحقيقه خلال الايام الماضيه مع التحفيز وخلق دوافع كبيره جدا مع فريق النادي الاهلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكل الحقيقه يعني فقدان النقاط الاخيره في مباراه الاسماعيلي في وقت صعب جدا وحساس من بطوله الدوري العام. يعني ان شاء الله باذن الله نامل النهارده تكون انطلاقه جديده من حيث الفوز وايضا كمان اداء فريق النادي الاهلي اللي بنامله وانتظره في كل المباريات. دور كبير جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي في كل مره هناكد عليها كابتن ايمن، دعم ومسانده في كل المباريات، في كل الاحفال، المحافل الدوليه، المحافل الافريقيه، بطولات الدوري العام، ده معروف عن جمهور النادي الاهلي. لكن الحقيقه المرحله دي مرحله مهمه جدا وحساسه جدا، محتاجه الدعم من كل جمهور النادي الاهلي في توقيت لعيبه النادي الاهلي بتنتظره ومجلس الاداره بينتظره وايضا كمان جمهورنا مش جديد عليه الدعم الكبير اللي احنا منتظرين ان احنا نشوفه خلال الخمس مباريات القادمه. التوفيق وعدم التوفيق بيترك طبعا ربنا سبحانه وتعالى، لكن الجهد الكبير اللي بيقوم به فريق النادي الاهلي، التحضيرات المميزه للجهاز الفني، هي دي اللي بنحط عليها امال كبيره جدا يا كابتن ايمن ان شاء الله مع المجهود الكبير ده التوفيق يكون معانا
النهارده في المباراه وفي المباريات المتبقيه من بطوله الدوري العام. عدد كبير من الغيابات، ويمكن قائمه طبعا النادي الاهلي النهارده بتفقد محمد شريف، واحد من ابرز العناصر خلال الايام الماضيه، حصوله طبعا او يمكن احراز 19 هدف، ده امر كان مهم جدا، وكنا بنعمل كمان ان هو يستمر على كده، ضرب ارقام قياسيه، ويمكن كمان هداف النادي الاهلي لهذا الموسم. لكن سوء توفيق قابل محمد شريف، ايضا كمان بدر بنون النهارده بيغيب عن فريق النادي الاهلي، سلبيه المسح خلاص زي ما اكدنا، لكن بعده عن التدريبات خلال الايام الماضيه فضل الجهاز الفني ان النهارده يكون خارج قائمه هذه المباراه. ينضم له كمان لخارج القائمه وليد سليمان ومروان محسن وناصر ماهر، كريم ندفد ومحمد محمود واحمد رمضان بكم. يمكن كمان نقطه مهمه جدا النهارده، اكيد بيتسو موسيماني بيحذر اثنين من اللعيبه على الحصول على الانذارات، ويمكن الانذار الثالث النهارده، يمكن ياسر ابراهيم عنده انذارين، وايضا كمان عمرو السوليه عنده انذارين. بنامل النهارده يعني ما يبقاش في احتكاكات قويه، طبعا اكيد يعني على حسب المباراه ويمكن سير المباراه بيكون الامور ماشيه ازاي. انت عارف يا كابتن ايمن اي فريق بيقابل النادي الاهلي بيكون في التحامات قويه جدا واحتكاكات قويه جدا نظرا لاهميه المباراه، وايضا كمان نظرا ان هو بيقابل قيمه كبيره جدا لنادي القرن وبطل القرن هو النادي الاهلي. فبنتمنى النهارده ان شاء الله يكون في حرص كبير جدا من ياسر ابراهيم وعمرو السوليه، عشان ما نقدرش نفقد كمان عدد من اللعيبه خلال الايام القادمه وتحديدا خلال المباريات القادمه. متواجدين يا كابتن ايمن طبعا في فندق الاقامه، المحاضره الفنيه انتهت لفريق النادي الاهلي، يمكن بيتسو موسيماني اتكلم على اكثر من نقطه للتركيز، كابتن حلمي طولان ايضا كمان يمكن لديه عناصر مميزه جدا، عارف طريقه لعب النادي الاهلي، فالشغل كبير جدا من الجهاز الفني، والشغل الاكبر كمان منتظرون يكون في 90 دقيقه من فريق النادي الاهلي. كل الامور الحمد لله طيبه حتى هذه اللحظه يا كابتن ايمن، خلاص على طول بقى مجرد ان احنا نتوجه لاستاد الاهلي والسلام ليستقبل هذه المباراه، يكون معاك كالعاده الكواليس، الحضور، الاجواء، ارضيه الملعب، كل الامور دي، وايضا كمان تشكيل فريق النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله يكون موفق بيتسو موسيماني في اختيار العناصر اللي هتكون النهارده باذن الله في هذه المباراه. وايضا كمان ان شاء الله باذن الله بنامل ان اللعيبه اللي خارج القائمه تعود من جديد سريعا لاستكمال مشوار النادي الاهلي في رحله الدفاع عن لقب بطوله الدوري العام الصعب جدا. الامل موجود، وبنامل من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون مركزه بشكل كبير، تنتهي الخمس مباريات يبقى كل حدث حديث، وان شاء الله باذن الله فريق النادي الاهلي كعادته يكون سبب ومصدر سعاده لكل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. طبعا زي ما شفنا الحمد لله الاجواء مطمئنه زي ما حضرتكم سمعتوا من زميلنا كريم، وان شاء الله الاجواء بقى في الملعب تكون كويسه رغم ارتفاع درجه الحراره والرطوبه زي ما احنا شايفين اليومين دول، لكن نجوم الاهلي على قدر المسؤوليه، واحنا عندنا ثقه فيهم وثقه في الجهاز الفني اللي هو طبعا ما كانش عنده الوقت الفتره اليومين دولت ان هو يعالج اخطاء، ولكن في حاجه اهم من الحاجات الفنيه في الملعب تتعالج، حته الاعداد النفسي الفتره دي، حته الاعداد النفسي خلاص اللي فات مات زي ما بنقول، اللي راح راح، لكن نستفيد من الاخطاء، والفتره دي اعداد نفسي خاص جدا 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 للفتره الحاسمه دي، ودي تفرق مع اللعيبه قوي، واكيد الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب من قبلهم انا شفته قاعد مع اللعيبه وبيتكلم معاهم، حته الاعداد النفسي والتهيئه النفسيه للفتره اللي جايه دي مهمه جدا جدا جدا، وتفرق احيانا، بتفرق احيانا اكتر من الفني في الملعب. عندنا ثقه في الجهاز الفني، عندنا في الاول ثقه بالله ونتمنى توفيق ربنا، عندنا ثقة في جهازنا الفني، عندنا ثقة في لاعبتنا الرجالة اللي ياما فرحونا السنة دي، ايه ان احنا نكمل ونبقى على قدر المسؤولية، وسيب الباقي على ربنا، سيب الباقي على ربنا، وان شاء الله ربنا هيكافئنا في النهاية. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن أسامة عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن أحمد بلال. أرجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. كابتن ايمن اهلا بيك، توفيق يا رب. كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا كابتن. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا بيك، شرفنا كابتن. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك أهلا. كابتن بلالي هداف منورنا كابتن، ازيك يا رب؟ الحمد لله صحيح. الحمد لله رب العالمين. كابتن شريف، كنت بتكلم على المرحله الصعبه في نهايه الموسم، وزي ما احنا شايفين الصراع شرس جدا، ازداد شراسه بعد خساره النقطتين ماتش الاسماعيلي اللي فات. ولكن في الفتره ديت احنا يعني احوج ما نكون لدعم ومسانده جماهير النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم يا كابتن. احنا مش عارف الناس عايزه ايه، يعني اللعيبه دي من شهر 8 اللي فات لغايه دلوقتي اشتركت في كل البطولات، خدتها وجابوا لنا ميداليه برونزيه في كاس العالم للانديه، وكسبوا بالميراس فرقه من البرازيليه، خدت بالك، مصنفه تصنيف عالمي، وعليهم ضغوط نفسيه، بيلعبوا كل 72 ساعه ماتش، ده غير السفر وغير الرجوع غير الاصابات غير الكورونا، وفي سوبر افريقي، وفي سوبر افريقي، وكاس مصر، كاس مصر، وافريقيا تاني، وعلى المحافل الدوليه على طول، ونمره واحد في كل الترشيحات والسكور وكل حاجه. كنا بنتكلم انا وانت وبلال دلوقتي، احنا ازاي يخش فينا ما كل كل ماتش جول مصيبه يعني. عندنا لو تعادلنا ماتش الدنيا اتقلبت وراحت على اللعيبه، احنا كلنا خارجين من ماتش الاسماعيلي كره كده، بيجي لك حاله ارهاق، بيجي لك حاله التعب بيخليك فيه عدم تركيز، الحظ زي ما انت شفت، خلي بالك وانت كنت كويس، لا كويس، وانت الماتشات اللي تعادلتها وانت ليه، وانت احسن ماتشات لعبتها، ولكن بعض الاخطاء، غير الاخطاء تبقاش كرة ماشيه في نهايه الهجمه، توفيق وعدم توفيق زي ما انا النهارده الكوره جايه لي في خط السته وبحط رجلي في الكوره بتروح رايحه فوق العارضه واعملها مليون مره بعد كده اجيبها جون، مش مشكله، بس اليوم ده لعيب عمره ما ضيع ضربه جزاء ويروح حاططها في اي فرقه في العالم، حاططها بره يعني. ففي الناس لازم تبقى عارفه، انا بتمنى لفرقتي الخير كله دايما، انما كمان لما يبقى في يعني بيقع مني تعادلات، بتغلب ماتش، احنا مش متعودين على كده، انما بيبقى في ظروف غصب عنك، حاجه قاهريه. انا مش هكلمك يا اخي عن الفار والحكام، ده احنا كمان مجهلينهم، ده فايل لوحده، ده فايل لوحده. احنا بنحارب سوشيال ميديا، بنحارب بيحقدوا علينا ان احنا بناخد كل البطولات، وبيحقدوا علينا ان احنا عندنا اوضه لبس، وعندنا اداره جيده، وعندنا ناس بتعرف اللي ليها واللي عليها ايه وشغاله، وده من قديم الزمن مش من النهارده بس. صحيح. دستور ثلاث ورقات احنا شغالين عليه دايما بنقول كده. فارجو من الجماهير المحبه والعطوفه على اللاعبين وعلى على اللعبه نفسها، النادي الاهلي نفسه، ها كره القدم دي، لا انتوا عارفين وفاهمين اكتر ناس في الدنيا. اللعيبه دي عملت ايه السنه دي؟ الاداره دي عملت ايه السنه دي؟ الراجل المدرب اللي جه ده مستر موسيماني ده حقق ايه في احنا كام شهر؟ ده بقاله كام شهر؟ من شهر 10 وجه. شهر 10 يعني مفيش حد في العالم قدر يعمل الانجازات دي كلها. فولوينج لفايلر، فايلر الجيد اللي برضه اداره النادي الاهلي اختارته كويس، وياما فاكر يا ايمن ياما هاجموه اول ما جه. ايوه. وقالوا عليه مش طب النهارده يعمل لنا ايه في افريقيا؟ طب بكره يعمل لنا ايه في الدوري؟ خلص الدوري قبلها باربع خمس اسابيع. يعني احنا الحمد لله ماشيين زي الفل، وماشيين كما نتمنى. ايوه. وبناخد اتنين افريقيا في اقل من سنه، في شهور، ثمان شهور، بجميع الضغوطات، بجميع المحاور، بتلعب منتخب وبتلعب داخلي وبتلعب افريقيا وبتلعب تصفيات بتروح تلعب كاس وتروح ترجع كاس عالم وانت وناس راحت الاولمبياد من عندنا، وماتشاتك كلها متاجله. ايوه. فالحمد لله اللي احنا فيه، الفير بلاي اللي احنا بنتمناه، انا براهن لك لو في فير بلاي ان شاء الله النادي الاهلي دايما هو اللي في المقدمه، وهو صاحب البطولات كلها ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه، الفتره دي مرت علينا كتير، او مش كتير يعني، مرت علينا قبل كده، وجمهورنا دايما كان بيبقى هو السند والداعم رقم واحد لينا، ومش عايز افكرك باوقات احنا حصلت لنا زمان ونفس السيناريو دوت، وتوفيق ربنا ودعم وسند جماهيرنا بتقلب الاوضاع. مظبوط، مفيش شك يعني، يمكن انت اللي قلته ده كنت انا هقوله في سياق الكلام اللي انا
اللي هكلمه دلوقتي انه فعلا جمهورنا معروف عنه انه بيقف معانا في الاوقات الصعبه اكتر من السهل. مظبوط. يعني لما بنبقى كسبانين على طول يمكن ما بن اكيد الدعم موجود في كل وقت، بس ما بنلاقيش الدعم زي ما بيكون في موقف صعب شويه او حاجه، او صعب قوي احيانا في مواقف قبل كده سابقه. يعني لما نفتكر الدوري بتاع 95 اللي كان فرق 10 12 بونت وخدناه، نفتكر الدوري بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت كان فرق 12 13 بونت وكسبناه. هفكرك بموسم الثاني يا كابتن اسامه. احنا في الموسم ده من المواسم القليله اللي احنا خسرنا فيها الدوري، ماشي؟ سنه 92 91 92 مظبوط كويس، وكنا مش في المستوى الفني بتاعنا المتميز كويس، وجينا بنلاعب نهائي كاس مصر الزمالك اهلي وزمالك، جمهورنا كان ضعف جمهور نادي الزمالك. مظبوط. الشوط الاول كانت الكفه متارجحه بين الفرقتين، الشوط الثاني تقريبا نادي الزمالك هو اللي كان مسيطر على الوضع، ولكن جمهورنا فضل يشجعنا لحد الدقيقه 92 و95 بعد كده لما جبنا الجول. مين اللي جاب؟ ايه؟ مين اللي جاب الجول؟ طاهر ابو زيد. شاط الكوره. ايوه صح، وطاهر ابو زيد هو اللي عمل فولو. شاط الكوره. يعني بعد ما شاطها هو اللي عمل فولو. لا بس انا قصدي يعني انت جاي تسيط نفسك بقى. لا والله العظيم، لا والله العظيم، بس انا حسيت ساعتها قد ايه، مش بعد 10 سنين لا، بس جمهور الاهلي على طول ورانا حتى لو احنا بحاله مش كويسه. مظبوط. ف يعني كل الماتشات اللي انا او المواسم اللي انا ذكرتها والمباراه اللي انت دلوقتي فكرتنا بيها اللي كسبنا فيها الزمالك في نهائي كاس 92 في اخر ثانيه، وجول 84 الكاس ده انت لعبت الماتش ده المصري كتير لما كان المرحوم السيد متولي بيظبط البدله عشان ياخد الكاس. مزبوط. كابتن علامة هو جاب الجول وبعدين جبنا جولين كمان. ومعروف عن النادي الاهلي انه اوقات كتير بيكسب في الوقت الضايع من مزبوط. الاصرار والتحدي اللي عنده والدوافع اللي بياخدها من جماهيره، وكمان بطولات كنا احيانا بنبقى متاخرين فيها وبنلحقها في توقيت صعب او توقيت احيانا بيبقى في يعني في اللحظات الاخيره كتير. نشوف برضو الكونفدراليه اللي عماد متعب جاب الجون في اخر ثانيه مع مستر جاريدو في اخر ثانيه في البطوله، يعني تعتبر اخر ثانيه في المباراه جاب هدف قاتل، وهكذا كتير يعني. وجمهورنا كان مساند دايما، فاحنا اللي بنقوله انه يعني يمكن شريف وضحها انه احنا دخلنا كل البطولات السنه دي خدناها. صحيح. يعني في 7-8 شهور بطولتين افريقيا، خدنا كاس مصر، خدنا السوبر، خدنا السوبر المصري، السوبر الافريقي. يعني نسبه نجاح اللعيبه دي 100%. تقريبا 100%. لا 100%. 100% فعلا. يعني لا كاس العالم ثالث كاس عالم، يعني دي بطوله برضه. مظبوط مظبوط. فبيحصل بعض المواقف الصعبة سواء في دوري طويل زي دوت الموسم متلاحم أو مواسم متلاحمة، بيحصل الظروف ديت كتير، لكن احنا يعني عندنا ثقتنا في لاعبتنا وجهازنا الفني، وقبليه قبل كل الناس دي الجماهيرنا اللي هي الداعم دايما، فلازم يبقى عندهم الأمل زي ما عودونا وتوفيق ربنا. طبعا توفيق ربنا يكون معانا واللعيبه تكون رجاله زي ما عودونا دايما، وان شاء الله البطوله في الاخر تبقى بتاعتنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل، اسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يمكن ده اكبر دافع للعيبه النادي الاهلي على مدار جميع البطولات. تمام. بص يا كابتن، يعني انا من وجهه نظري ان الجمهور واثق فيك، كونه انه زعلان منك فتره فده ثقة فيك، خلي بالك. انت عودته على كده. احنا عودنا على جمهورنا على كده، دائما المكسب دائما المكسب. حاجة إيجابية إنه ممكن يزعل منك لو انت أثرت سنة. حلو. من وجهة نظره كجمهور، وأنا أقول لك حاجة، ممكن واحد ولا اتنين ولا تلاتة ممكن يتكلم مش كويس، لكن عمر جمهور الأهلي ما بيعمل كده. يعني أنا مش شايف إن جمهور الأهلي ممكن يغزل لعيبته أو ناديه، لانه جمهور عظيم طول عمره. طبعا. احنا مش بنغازله، ولكن هو جمهور الاهلي اللي عمل كل الاسماء اللي قاعده قصاده. صحيح. وجمهور الاهلي اللي عمل النادي الاهلي، دي حقيقه، وده اللاعب رقم واحد. انا طول عمري بقول كده، وانا ما بزعلش منه حتى لو انتقدني، حتى لو راح لاقصى حاجه، حقه.
انت فاهمني يا كابتن ايمن، حقه وحق، واحنا لازم نتقبل دي، لكن مش الجمهور الاهلي اللي بيعمل كده، بالعكس جمهور الاهلي معاك جدا، جمهور الاهلي حاسس بالكلام اللي الكباتن قالوه. جمهور الاهلي فخور بالفرقه اللي موجوده حاليا، فخور بالبطولات اللي احنا خدناها، وفخور بال 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 باللي حصل لنا في كاس العالم للانديه، كاس السوبر خدناه، خدنا كاس افريقيا مرتين ورا بعض، هو فخور بيك جمهور أي. النادي الاهلي أي. حته ان حد ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه في السوشيال ميديا ان هو ينتقد، فدي حاجه خاصه بيه، لكن جمهور الاهلي طول عمره هو مساند للنادي الاهلي. وبعدين سؤالك بقى يا كابتن اجاوب انا. اتفضل. انا سؤال بالظبط اللي انت قلته لي. انت مش فاكر انا قلت لك ايه؟ لا اصل احنا كان في حاجه مركز فيها انا اقول لك على ان اسم النادي الاهلي على اسم جمهور النادي الاهلي. اصل هم بيقول لك مستر موسيماني يخلق دوافع جديده للعيب، مستر موسيماني الفتره ديت بعد خساره النقطتين يتكلم مع اللعيبه، والجزء النفسي طبعا مهم الفتره دي هنتكلم عليه طبعا يا كابتن، طبعا هنتكلم عليه فيها. ولكن علشان تخلق دوافع للعيبه جديده لازم اتكلم. لا طبعا اسم النادي الاهلي لوحده وجمهور النادي الاهلي اكبر دافع لعيبه النادي الاهلي. انت عارف ان الجمهور ده مدرب، انا بكلمك بمنتهى الامانه، هو عين الفريق، عين والله مزبوط. مدرب وبيتكلم صح وبيتكلم في كل حاجه، وبيتكلم على انك انت لما تخفق شويه ممكن المدرب يعليك، وممكن اوكي ما هو كل ده النقد اللي احنا بنتكلم عليه يا كابتن. هم من حقهم ينتقدوا ومن حقهم يفرحوا، كرة القدم اتعملت للجمهور وليس للاعبين، اللاعبين يشتغلوا ويكسبوا والمدربين يشتغلوا ويكسبوا والجمهور يفرح، ولما يزعل منك الجمهور ها يجب ان انت تصالحه وترجعه تاني. لكن النادي الاهلي اكبر من اي وقفه. ايه الفرق ما بين نادي صغير وكبير يا كابتن؟ ايه الفرق بين النادي الاهلي وكل الانديه اللي موجوده؟ النادي الاهلي لما كان ياخد الاربع بطولات في السنه ويتعادل وهو كسبان الدوري الجمهور بيزعل منه، هو ده اللي عمل النادي الاهلي كده. صحيح. اللي طول الوقت يا كابتن ايمن انت عارف لو انت كنت حاسم الدوري وتعادلت مع الاسماعيلي الماتش اللي فات كان زعل منك الجمهور، نفس الكلام كان قاله الجمهور. أي. جمهور الاهلي مليان بطولات وشبعان بالبطولات، لكن طول عمره في المقدمه، مش هيقبل من حد الا المقدمه، حتى لو خدت له كل بطولات الدنيا. أي. واخفقت بس في حاجه بسيطه هيقول لك انت ليه اخفقت فيه. أي. لان احنا الابطال واحنا الكبار. صحيح. بس صح. كابتن بلال اكيد مريت بالظروف دي قبل كده، سواء يعني على المستوى الفردي، وزي ما عارفين كان ساعات كهداف بتقابلك بعض المواقف كده وتلاقي ناس بتساندك، وعلى المستوى الجماعي بص احنا انا مريت باسوأ حاجه في تاريخ النادي الاهلي مر بيها. ايه؟ دوري الاسماعيلي، سوري دوري الزمالك اللي هو الاسماعيلي ولا الزمالك؟ لا دوري الزمالك اللي هو بتاع ايمبي 2002 بتاع ايمبي اخر ماتش سيد عبد النعيم اللي اتعادلنا فيه. انت متخيل يبقى انت رايح تلعب ماتش والجمهور رايح يحتفل تمام؟ وانت افضل من ايمبي بمراحل كبيره جدا. ده كان في ملعب مولين؟ كان في ملعب مولين العام. تمام. محمد فضل لعب جنبك؟ بالظبط انا اتعورت وخرجت كده من الشوط الاول وما كملتش الماتش، كان جالي سبرين انكل تمام وخرجت وكان عندنا سوء توفيق غير طبيعي. مش مباراه ان ام بيكسب فيها، سوء توفيق غير طبيعي، ثلاث انفرادات ضايعين وثلاثه في العارضه واثنين بيطلعهم الجون وواحده السنتر باك بيطلعها من تحت العارضه. وعايز اقول لك انك بتلعب تلت ساعه الجمهور مستني بس الجول يدخل. أيوه. بس مش مستني حاجه ثانيه، تعادل فقط. محتاج تعادل بس. فتخسر الماتش، تخسر دوري عام، وعندنا بطوله كاس مصر بعديها بخمس ايام بالظبط. الزمالك كان بيلعب المحله في الاستاد. لا بيلعب الاسماعيلي في الاستاد، مش المحله، الاسماعيلي في الاستاد. 2-1 2-1 يا كابتن. يعني كانت مباراه كلاسيكيه، كانت من مباريات الفن الجميل اللي احنا كنا استمتعنا بيها فيما بعد يعني. كالعاده يعني. نعم؟ كالعاده. خلينا في البطوله، خلينا في كاس مصر. طيب خش على كاس مصر، خش على كاس مصر يا كابتن. خد لا خد لك بقى كمان اصل انا بحب الكلاسيكي. خد لك انا بحب الكلاسيكي 78 يا بلال 78 78 وجول وقرار يطلع بالهدف الاعتباري اعتباري بقى ايه؟ اتفضل يا كابتن. فعندنا كاس مصر بعديها بخمس ايام، ودور الثمانيه
البلديه في اسكندريه بلديه المحل. طبعا كان زمان الجمهور مسموح له انه يدخل للتدريبات. تدريبات. طبعا التيتش اتملى بالكامل تقريبا بيشيل حوالي 5000 او حاجه زي كده واكتر من كده جنبه. الجمهور جاي طبعا ايه؟ مش جاي يسقف لك، الجمهور جاي مش عارف يعمل ايه. عارف عندك ماتش ودوري خسرته بشكل غير طبيعي، فالجمهور منهار طبعا. جاي غضبان جدا من اللعيبه، عنده يعني حاله زعل، حاله غضب كبيره جدا. انت عارف جمهور الاهلي مش من الجماهير اللي بتسقف وتقول لك شكرا برافو عليك عملت اللي عليك. لا فاهم قصدي، لا انا عايز بطوله، ما انا هسقف لك وكل حاجه، ولو ما جبتش بطوله خد بالك. المختلف عن جمهور الاهلي عن كل بقيه المحترمنا الكل طبعا الانديه وجماهيرها، بس المختلف عن الاهلي كمان انك لو جبت بطوله وانت مش بتادي بروح يبقى زعلان. ايوه يبقى تحس انه كده البطوله دي مش على هواه، لا أي. انا مش عايز دي، هات اللي بعدها. أي. زي افريقيا اللي فاتت وافريقيا دي. أي. تمام، احنا كسبنا افريقيا دي مبسوطين، بس اللي فاتت كانت اجمل شويه. تمام، فطبعا الجمهور زعلان وغضبان جدا، يمكن كانت اجمل عشان الفاينل. طب ما انا بقول لك ما هي دي اللي اجمل فيها، خد بالك. احلى من وجهه نظرنا كلنا. انت اللي بتخرجني على فكره. ماشي خلاص. ف وكان الكابتن خطيب كان مشرف العام على الفريق في التوقيت ده، او بقى مشرف بعد الماتش، ما بعد ما خسرنا الدوري. نزل الكابتن خطيب، طبعا الجمهور يعني كله بيزعق وبيتخانق وبيشتم في اللعيبه، طبيعي يعني عادي جدا، واحنا متقبلين يعني. احنا كلعيبه متقبلين، لان انت خسرت حاجه ما كانش من المفترض انك تخسرها. كانش حد متوقع انك تخسرها خالص نهائي. انا بقول لك الناس رايحه في المواعيد تحتفل. صح، ده كان دوري صعب جدا فعلا. تحتفل صح. فكابتن الخطيب يعني يمكن راح للجمهور اتكلم معاه يمكن 3 4 دقايق، كنت انا مصاب وبلف حول الملعب، فمفيش 10 دقايق لقيت كل الجمهور بيهتف باسم كل لعيبه واحد واحد. بعد الزعيق والشتيمه وكل حاله الغضب اللي طلعت، لقينا الجمهور بيساند الاهلي. فاحنا توقعنا في مباراه البلديه وفي اسكندريه اكيد يعني الجمهور بص حزين، مش هيحضر، مش هيآزر. ولو حضر هيحضر مثلا 10,000 بالكتير يعني. احنا بنبص في ماتش البلديه لقينا الاستاد مليان، بس كله مليان اهلي، كله. عارف طبعا البلديه جمهوره في المحله. طبعا جمهور استاد اسكندريه كان مليان على حافته. احنا عايز اقول لك ان المباراه دي من اكتر المباريات اللي انا حضرتها مع اللعيبه، وهي بتبذل كل اللي موجود عندها. تمام، انت متخيل ان انت بعد 5 ايام بالظبط بتروح تلعب البلديه في كاس مصر وانت خسران دوري عام، فالجمهور يفضل يآزر ويشد فيك لحد ما تاخد البطوله من الاسماعيلي هنا في القاهره. كسبنا كاس مصر من الاسماعيلي هنا في القاهره وخدنا بطوله كاس مصر. فده الشاهد اللي انا عايز اقوله، ان زي ما انت بتقول كل الكباتن قالوا، جمهور الاهلي ممكن يغضب اوقات كتيره جدا، يبقى زعلان وينفجر. تمام، ويبين حاله غضبه سواء على السوشيال ميديا او لو موجود في الاستاد في المدرجات في اي مكان، بس في نفس التوقيت هو تعلم او عاش مع اللعيبه وعاش مع الاداره نفس النموذج والسيستم اللي احنا بنعيشه. أيوة. ان هو البطوله قفلت، عندي واحده تانية مهمه اهم حتى لو كسبان اللي قبليها. أيوة. عندي اللي جاي اللي بعدها. تمام، الجمهور عارف ان في بطوله مهمه جدا، ما ينفعش يحملك اكتر من طاقتك فتخسر اللي فات واللي جاي. النهارده جمهور الاهلي ليه زعلان بقى؟ ان انت الكباتن كلهم قالوا 2 افريقيا و2 دوري عام ورا بعض، وكاس مصر والسوبر المصري والسوبر الافريقي. أيوة. وتالت عالم وداخل في دوري عام، من الوارد انك تخسر، وارد عادي، كره القدم كده. مش هتفضل تاخد دوري طول عمرك، ولا هتفضل تاخد كاس مصر طول عمرك، ولا هتفضل طول عمرك بتاخد بطوله افريقيا، بس انت عودت الجمهور انك بترمي اللي فات ورا ظهرك وبتشتغل في اللي جاي. صحيح. وبتحاول ان انت اللي جاي ده بالنسبه لك هو ده الهدف اللي ما عنديش اهداف ثانيه، ما عنديش حاجه اسقف عليها قديمه، خلاص القديم ده موجود في المتحف، موجود في الكاس بتاعه والدوري والبتاع موجود في الدولاب. مزبوط. انا عندي اللي قدامي دلوقتي. وكمان في نقطه، هو كمان بيبص على حاله الفرقه، هل الاهلي يستحق، هل اللعيبه دي تستحق الدوري، هل هي الافضل من المنافس. دي الرؤيه رقم 2. احنا افضل بكتير جدا من الـ من الـ من الخصم. فنيا، بدنيا، كل حاجه. في بعض المشاكل وبعض الحاجات اللي اتكلمنا هنا فيها من حوالي، من بعد بطوله افريقيا تاني ماتش، كان ماتش البنك الاهلي، قلنا يا جماعه في حاله من التشبع بتحصل من كتر البطوله. طبيعي على فكره، طبيعي جدا جدا جدا. ميسي خد 5 مرات ورا بعض البالندور، صح؟ صح. جير كريستيانو خدها بعد كده.
مش ميسي ما قالش، بس في حاله من التشبع ممكن تحصل كده فيخليك تنزل شويه فالتاني يبقى عنده دوافع، هي نفس الدوافع اللي عايشين عليها بس، وده الطبيعي في كره القدم فوارد. عشان كده بقول لك جمهور النادي الاهلي تمام هو دايما حاطط زي حالاتنا كده بالظبط، حاطط البطولات في الدواليب بيبص على الجديد، عشان كده دايما بيزعل. هو انت لما تيجي تتكلم بالمنطق، المنطق اللي ربنا بيقول او الدنيا تعهدت عليها، انا عندي 8 بطولات لسه واخدهم، 8 ورا بعض، فطبيعي لو البطوله راحت مش مهم، مش فارقه كتير يعني، لكن ما عندناش احنا كده، ما تربيناش على كده للاسف، اتربينا على ان كل بطوله بتدخلها الجمهور بيطلبها قبل ما انت كلاعب تطلبها. صحيح. وهو اللي خد بالك، وهو جمهور الاهلي ساعات هو اللي بيحط الدوافع عند اللعيبه، مش محتاج ان اللعيبه تدي دوافع لل صحيح. يجي بقى الماتش النهارده كابتن شريف، محطه مهمه جدا خصوصا بعد ضياع نقطتين في مباراه الاسماعيلي وفقدان المركز الاول. مفيش بعد الكلام اللي قاله بلال وجميع الكباتن اللي اتقال، هي الشكل الحافز انك انت اليومين اللي فاتوا دول طبعا عايش في تركيز شامل، في عوده ثقه في النفس، في النتائج مش في اللعب. انت كل مباريات دايما احنا قاعدين متفقين ان احنا بنلعب كويس، احنا فرقه عندها من المعطيات من الاطراف من العمق الهجومي والدفاعي وكل شيء، خدت بالك؟ ما يخليناش نكون في الوضع ده، وده اللي مزعل الجماهير، ده اللي مخليك يعني مستغرب ازاي احنا كان عندنا فارق 4 نقاط وعلى طول ليدنج، احنا رغم المباريات المؤجله اللي احنا كنا بنلعبها، ووصلنا برضو في المباريات المباشره بيننا وبين الخصم احنا لو افضليه لينا فعشان كده انت لما خسرت 2 الدنيا قامت وتهدد. وانا على سبيل المثال برضو مش عايز ارجع للماضي كتير، انا السنه اللي خدنا فيها بطوله افريقيا الاولانيه ايمن احنا خدنا الدوري من المنيا بتعادل، واحنا خارجين اقسم بالله اكننا خسرانين الدوري مش واخدين الدوري عشان اتعادلنا ماتش. فده الاحساس اللي موجود دلوقتي عند اللاعبين، مش متعودين على التعادل ولا متعودين على ان هم يكون في المركز الثاني، ولا غير ان فعلا لما يبقى عندك 8 اهداف في وسط الدوري او في وسط المنظومه نطلع للأدان. خدت بالك؟ بعد إذنك كابتن، بعد إذنك كابتن ماشي. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، أرجوكم انتظرونا. نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وتشكيل النادي الأهلي محمد الشناوي لحراسة المرمى، أكرم توفيق ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، الاثنين اللي في القلب أيمن أشرف وياسر إبراهيم، قدامهم خط وسط دفاعي حمدي فتحي وعمرو السوليه، ورباعي المقدمه محمود كهربا والشحات حسين الشحات على الاطراف، بينهم قفشه ومهاجم وحيد والتر بواليا. نقوله مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسه المرمى، اكرم توفيق وعلي معلول ظاهرين، اثنين اللي في القلب ايمن اشرف ياسر ابراهيم، خط وسط دفاعي من اثنين حمدي فتحي عمرو السوليه، رباعي المقدمه محمود كهربا وحسين الشحات على الاطراف، بينهم قفشه وراس حربه بواليا، وعلي لطفي محمود وحيد رامي ربيعه ديانج صلاح محسن طاهر محمد طاهر محمد هاني في البدلاء وجونيور اجاي. كابتن شريف، نقول ان مباراه صعبه وتحدي جديد وخصوصا بعد ضياع نقطتين الماتش اللي فات. طبعا حاله نفسيه المفروض تبقى حاله عكسيه. النهارده ما فاتني في المباراه اللي فاتت، المفروض الروح النهارده تعوض اي غيابات حتى موجوده في الملعب. احنا شايفين تغييرين بس اعتقد في الفرقه، اللي هو اجاييه بكهرباء و هنتكلم فيها في الناحيه الفنيه ان شاء الله، وفتحي بديانج. السيناريوهات بتاعت النادي الاهلي بطريقه اللعب بنفس الشكل هو ده المتاح بالنسبه لك دلوقتي، وعندك الحمد لله في دكه كمان بتقدر تنزل تعمل طفره تغيير كبيره حتى لما بتتاخر في احراز الاهداف. كان طالبنا المباراه اللي فاتت ان احنا يكون لينا تفوق في اول هاف تايم، وكان لينا تفوق بس طالبنا بالاكثر ان احنا يعني تبقى في مزيد، يبقى ما تخليش الفرقه اللي قدامك معاك دايما في المباراه لغايه الدقيقه 90 يعني. فانا بتمنى ان اللعيبه طبعا بالخبرات اللي عندها وبالحس اللي موجود في الملعب ان الثلاث نقاط اهم ما في الموضوع كله، فاكيد يبقى الشكل الهجومي وشكل الملعب يبقى باسلوب ازاي اروح اجيب جول، خاصه وانا عندي غيابات كتير، عندي اكثرهم محمد شريف اللي كان بيعمل لي العمق الهجومي اللي انا اقدر اعمل عليه او ابني عليه،
هجمه اذا كان لعبه عرضيه او لعبه طويله من علي معلول او دخل في نص الملعب وعملها، اي لعيب يقدر يبعت كره لاي حد في الفراوده. فاتمنى من والتر بواليا بمسانده الشحات وكهربا يعوضوا هذا الغياب باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، مواجهه قويه جدا بين اثنين مديرين فنيين اكفاء، مستر موسيماني صاحب الارقام القياسيه وكابتن حلمي طولان المدير الفني الام بي اللي بيجيد اللعب مع الكبار. مفيش شك طبعا، اولا كمان فرقه ام بي اللي هي مظبوط في النزول ولا في المربع. خلاص في المربع الامور بقت صعبه بالنسبه لها، فبيلعبوا باريحيه، يعني ما عندهمش ضغوط، عندهم صحيح. بعض اللعيبه المميزين. النادي الاهلي هو اللي مضغوط اكتر، هو اللي عايز ما يخسرش اي نقطه على امل كمان المنافس يقع في مباراه، فالمباراه مش هتبقى سهله، وان كان طبعا النادي الاهلي امكانياته الفنيه والبدنيه اعلى. ومش معنى انه تعادل ماتش الاسماعيلي انه 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 هو كان اقل، لا بالعكس، او الاسماعيلي عمل مباراه كبيره قوي، لا هو النادي الاهلي اللي اضاع فرص كتيره سهله، وكمان في المقابل لم يحافظ دفاعيا على الواحد صفر. وهي دي المشكلة اللي هتواجهنا النهاردة. لأن عندهم هم جون أبوكا لعيب كويس قوي راس الحربة، وبيتر على اليمين، وكريم طارق على الشمال، والثلاثة صناع، ولسه ما جالناش تشكيل إنبي يعني دلوقتي. غالبا هم دول اللي بيلعبوا، يعني إذا كان واحد فيهم هيقعد ولا حاجة، بس في الغالب يعني هو بيعتمد على تقفيل الدفاع وبيلعب على هجمات ودايما طول عمر الكابتن حلمي مع الفرق الكبيرة كده. فهي دي المشكلة، إن النادي الأهلي النهارده عنده حاجتين لازم يلعب عليهم كويس قوي. انه لازم يضغط جامد جدا من البدايه ويحاول يحرز اهداف سريعه، وفي المقابل والاهم هجمات المرتده، انه يتعلم من الاخطاء اللي حصلت في الخمس ست مباريات الاخيره، ان تقريبا بنستقبل في كل مباراه هدف او هدفين، زي ماتش بيراميدز والبنك الاهلي والانتاج الحربي. البنك قصدي الانتاج الحربي وبيراميدز 2-2 3-2 للانتاج. أيوة. و2-2 يعني دخل فينا هدفين من كل مباراه، واسوان دخل والانتاج الحربي والاسماعيلي اخيرا. فهي دي النقطه المهمه جدا، ان احنا نتعلم ان حتى والنتيجه 1-0 انه المباراه تخرج كده تقدر تحافظ على المكسب. يعني ما صح. قدرتش تجيب هدف تاني تعزز بيه التقدم. مظبوط، هي دي النقطة اللي هتواجهنا كتير قوي النهاردة، ان لازم يبقى في تركيز في النواحي الدفاعية. صحيح. من الفرقة ككل، لان هي دي اللي واضحة المباريات الأخيرة انه ما بنحافظش شوية. صحيح. كابتن عادل، كابتن أسامة تطرق لنقطة مهمة جدا، إن أنا هكملها عموما. أنت عندك الشناوي أحسن حارس مرمى في أفريقيا. أكيد. عندك ناحية اليمين أكرم. يا محمد هاني يا اكرم توفيق، والاثنين يعني مستوى عالي، واكرم كمان في الفتره الاخيره كان ما شاء الله متميز شويه، وهاني لما بيكون في حالته بيبقى كويس. ماشي. عندك ناحيه الشمال معلوم. ومفيش احسن من كده، علي معلول. تمام. وعندك بدر بنون، وعارفين بدر بنون متميز ازاي في المركز دوت، وجنبه بيبقى ايمن اشرف في اغلب الاحيان، ومع ذلك احنا عانينا كتير جدا 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 الموسم ده والفترات الاخيره من دخول اهداف في مرمى النادي الاهلي. ده من اكتر المواسم اللي دخل في اهداف المرمى النادي الاهلي. احنا مش عايزين، ما بنتكلمش بسلبيه، ولكن احنا بنتكلم على حاجه احنا ما كناش حابينها او ما حبيناهاش قوي، حته 23 هدف في مرمى النادي الاهلي في الاسبوع الثلاثي. نعرف سببها الاول بالزبط. يعني نحللها بالظبط، تحليلها ان انت عندك بدر بنون دائما، عشان هو لاعب متميز بيعرف يباصي، بيعمل العمق الدفاع كتير قوي. لو اتفرجت على الاهداف الكتير اللي دخلت فيه من العمق بتاع الدفاع بتاعك، اللي هو بيبقى متمركز عندك جوه الست يارد 18، وده احيانا في جونين الاخرانيين كانوا في ست يارد وعند البنالتي. فعدم التمركز دي رقم واحد. رقم اتنين، انت طول الوقت بتلعب يعني كسبان متعادل خسران، انت بتلعب مهاجم على طول. يعني في اوقات احنا اتفقنا وقلنا لازم نقف. برافو عليك، صح. جبنا 1-0 نقف، مش لازم
احنا ثقافتنا نكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في احيان احيانا انت تقدر تقف شويه ما تجريش الفرقه اللي قدامك بطريقه اسلوب لعبها. الحاجه الثانيه المهمه كابتن انت المباريات اللي انت دخل فيك اهداف تلاقيها كلها متكرره اهداف شكل واحد يعني انت الكره العرضيه اللي هي التغطيه الجانبين الصراحه تغطيه ما بتبقى سلبيه جدا ويمكن من عند علي معلول كتير لان علي معلول بيعمل واجب هجومي شرس جدا صحيح. فلما بيعمل الواجب الدفاع اللعبه بتبقى مرتده ما بيلحقش ولما لحق ما بيعرفش يتمركز عشان لما يتمركز يطلع بدماغه. عندنا بدر بنون دائما بيلعبها سيرد باك بيلعبها كاليبرو في حته ال 18 لانه لعيب كوره كويس فدي مشكله. المشكله الثانيه المهمه الرجوع بتوع نص الملعب الاثنين بتوع نص الملعب يعني الجون فخر الدين بن يوسف الجون اللي فات ممكن تحمله لجميع الاطراف بس كمان اللي جاي من معاه بره مين هي. انا مش مهم حتى لو هو راس حربه بس اتاخر يمسكه الديفندر بس انا عايز اقول لك حاجه في النقطه دي معلش. انت دلوقتي مستر موسيماني الشوط الثاني عدل فابتدى يلعب ثلاثه في نص الملعب تمام حلو قوي تمام ثلاثه في نص الملعب يبقى انت هتعمل ايه؟ هتقفل الجزء ده كويس ومع ذلك افتقدنا نص الملعب علشان يا كابتن انت بتعمل الثلاثه في نص الملعب مش بغرض الدفاع انت بتعمله بغرض التطوير انك تهاجم كمان يعني انت لما بتعمل الثلاثه في نص الملعب لقيت عمرو السوليه فين انت بعديه ما وقفش عمرو السوليه كان بيلعب تحت الراس عربه كتالت كرابع قدام فحته ديانج كمان ديانج بيكمل كتير قوي لما ديانج خرج ولعب حمدي فتحي كمان انت حسيت ان كان في شويه عدم استقرار في وسط الملعب ده اللي بيخليه يجي فيك اجوان كتير ولكن انت تكلمني على الحته الدفاعيه انا بقول لك النادي الاهلي اكتر الماتشات اللي دخل في جوان من العمق الدفاعي اللي بيتعمل وموسع الملعب الملعب بيبقى واسع جدا النادي الاهلي طول عمره بيخنق الفرق في الحته دي لو حب يدافع هيدافع سهل لكن انت بتعاوز تهاجم باستمرار وعامل العمق الكبير في الدفاع لما تكون عايز تهاجم عشان الكره الثانيه لازم الفرقه تطلع على نص الملعب عشان تاخد الكره الثانيه على طول كتير قوي حتى الجون اللي دخل فينا فاكر في سموحه الجون الثاني لما احنا كنا عايزين نهاجم ونعمل لما عملنا العمق اللي عمله مين محمد الشناوي وقف بره الكره دخلت ففي الاخر عايز اقول لك انه طبيعي جدا ان يدخل فيك جون واثنين وثلاثه لكن مش طبيعي ان يدخل فيك اجوان مكرره الاجوان المكرره لازم الفيديو يعالج لازم الوقفه الدفاعيه تتعالج في التمرين علشان ما تحصلش ثاني النادي الاهلي اكبر من انه يدخل فيه اجوان مكرره صحيح. طيب هنروح الملعب مباراة وزمايلنا الأعزاء كريم أحمد وفاروق صلاح اتفضل يا كريم برحب بيك كابتننا كابتن ايمن شوقي كل التحيه ليك ولكل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي وباذن الله يستطيع النادي الاهلي تحقيق 3 نقاط في رحله الدفاع لقب بطوله الدوري العام في فتره ومرحله حساسه جدا يا كابتن ايمن طبعا زي ما انت عارف فقد عدد من النقاط في توقيت صعب لكن ان شاء الله باذن الله الامل موجود بالجديه الكبيره اللي ان شاء الله باذن الله عايزين نشوفها في لعيبه النادي الاهلي في كل دقيقه بقى من 90 دقيقه دي الشخصيه روح الفانيلا الحمراء كل الامور دي ان شاء الله باذن الله النهارده تكون مع لعيبه النادي الاهلي ومش هننظر لاي حاجه على قد ما احنا هنركز فقط لغير في مبارياتنا وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. الاستعدادات خلاص انتهت بالنسبه لفريق النادي الاهلي وصول الفريقين طبعا الى استاد الاهلي ويا السلام اللي هيستقبل النهارده مباراه الاهلي وام بي في الجوله 30 موسيماني كعادته طبعا تفقد ارضيه الملعب استاد الاهلي والسلام ارضيه مميزه جدا تم رش الملعب بتساعد بشكل كبير جدا جوده ارضيه الملعب الحقيقه في تنفيذ الجمل التكتيكيه والسبرنتات والترنات طبعا اللي يمكن بتعرض شويه بعض اللاعبين لو الملعب فيه صلابه شويه او ما فيهوش رش لكن الملعب جيد جدا يا رب ان شاء الله تكون النهارده كل الامور دي والمناخ والجو كمان طيب جدا يعني انت عارف يا كابتن ايمن درجات الحراره كانت صعبه خلال الايام الماضيه وتحديدا كمان صباح اليوم الجو كان صعب شويه لكن في التوقيت ده الجو مميز جدا فيا رب ان شاء الله الظروف دي تكون مؤشرات للاعيبه النادي الاهلي مع الاستعدادات الفنيه لبيتسو موسيماني اللي قدر ان هو يختار 11 لعيب النهارده ان شاء الله في هذه المباراه مع فقدان محمد شريف وليد سليمان احمد ناصر وناصر احمد رمضان بكم وناصر ماهر وايضا كمان مروان محسن
محسن ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه المتواجده فيها القائمه مع محمود كهربا كمان النهارده اللي تم الدفع بيه يكون النهارده موفق ان شاء الله في هذه المباراه. الامور طيبه وجيده جدا، خلاص الاستعدادات انتهت، يتبقى لنا ان شاء الله باذن الله التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي ويكون دخولنا ان شاء الله في بدايه المباراه دخول جيد نقدر من خلاله ان شاء الله نكون مسيطرين على المباراه، ومنها ان شاء الله يكون النادي الاهلي حاصل 3 نقاط هيساعدوه بشكل كبير جدا في رحله الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم احمد، ومن كريم نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وكل الشكر لضيوفك الكرام الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن اسامه عرابي، الكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من استاد الاهلي والسلام، ومباراه الجوله 30 للدوري المصري مباراه قويه جدا بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي انبي. طبعا كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. لو هنتكلم على فريق انبي، فريق انبي طبعا بقياده فنيه للكابتن حلمي طولان اللي كان حريص انه يتكلم مع اللاعبين على ضروره استغلال الضغط اللي هيبقى فيه النادي الاهلي خاصه بعد التعادل مع فريق الاسماعيلي في اللقاء الاخير للنادي الاهلي. 3 لقاءات لعبهم فريق انبي في الفتره الاخيره، كان اتعادل مع المقاولين بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع فريق بيراميدز بهدف لكل فريق، والتعادل الاخير والمباراه الاخيره كانت امام فريق سموحه بدون اهداف. منذ لحظات اعلن الكابتن حلمي طولان تشكيل نادي انبي لهذا اللقاء، وطريقه لعب الكابتن حلمي طولان 4-3-2-1، هيكون في حراسه المرمى عبد العزيز البلعوطي في حراسه المرمى، قدامه 2 مساكين زياد ابو غطاس ورامي صبري في اليمين، علي فوزي في الشمال، مصطفى دويدار، 3 في قلب دايره المنتصف، احمد يوسف وزياد كمال ومصطفى زغلول، قدامهم طرفين، الطرف هجومي ايمن هو محمد شريف، والطرف الهجومي الايسر هو دينو بيتر، وراس الحربه وجون ايبوكا. اخر تعليمات الكابتن حلمي طولان للاعبين، عايز يضيق ويعمل كثافه عدديه في منتصف الملعب ويضيق المساحات على النادي الاهلي، لكن ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء ويكون 3 نقاط لفريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. وزي ما احنا شايفين يعني تقريبا الكابتن حلمي طولان بيلعب زي ما احنا قلنا بالظبط، وما غيرش من اسلوبه ولا غير من طريقته، هو دايما بيلعب مع الفرق الكبيره بالشكل ده. كابتن بلال تنسيت؟ لا منسيتش والله. انا منسيتش. انا كنت هتكلم على حاجه معينه بعد كلام الكابتن عادل على الشق الهجومي. تمام كويس. وبالنسبه للشق الهجومي فرقه النادي الاهلي اقوى خط هجوم في البطوله. صحيح مظبوط. كويس. بتخلق فرص وبتصنع لنفسك فرص وبتهدد وبتروح وبتجيب، ولكن علينا كتير جدا 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 من اضاعه الفرص بطريقه سهله جدا، وضيعت من هنا نقطة. صحيح مظبوط يا كابتن. شوف زمان كان في فلسفة كده عند الجماعة البرازيليين بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا ممكن يجي فينا اهداف لكن نسجل اكتر. تمام؟ ودي كانت الفلسفة بتاعت اللغة البرازيلية بتاعت اللعيبة بتاعت البرازيل بتاعت منتخب البرازيل، ان هم عندهم امكانية ان هم يسجلوا اكبر عدد من الاهداف في كل مباراة حتى وان اتسجل منهم اهداف كتيرة جدا. كويس. فتلاحظ ان هم لا ابتدوا يخسروا بطولات من حتة ان انا ما عنديش جول كويس، ما عنديش دفاع كويس، ما عنديش. الاهلي هو اقوى خط هجوم، الاهلي هو اكثر صناعه للفرص، الاهلي يمتلك واحد من افضل اللعيبه الموجوده في افريقيا كبلاي ميكر مجدي قفشه، الاهلي يمتلك واحد من افضل اللعيبه اللي بتعرف تسجل اهداف، تمام، محمد شريف. الاهلي بيمتلك لاعب جماعي هجومي منظم جدا جدا جدا. كويس. ممكن في بعض الاوقات ما تقدرش تترجم لفرص، كل الفرص المتاحه بالنسبه لك تقدر تترجمها، لكن في وقت من الاوقات مطالب انك تدافع كويس. اوقات كتير كباتن اتكلموا عن حته، كابتن شريف اتكلم عن الحته الدفاعيه، ازاي انا بلعب اخر 8-9 مباريات وانا كل مباراه بيتسجل بيدخل في النادي الاهلي هدف. ايوه. السنه اللي فاتت 29 كلين شيت من 34 مباراه تقريبا اعتقد يعني. صحيح. لو الذاكره مش خاينان. صحيح. السنه دي انت اخر 6 ماتشات فيه 8 اهداف. ايوه. الموضوع مختلف تمام، انت عشان تاخد بطوله لازم تسجل وقليل تستقبل، مش لازم ما تستقبلش. أي. بس قليل تستقبل، ما ينفعش انا النهارده يبقى بيدخل فيا 2 في بيراميدز، 2 في الانتاج الحربي، اسوان، وادي دجله، البنك الاهلي، واخيرا المباراه اللي فاتت مباراه الاسماعيلي، عندي خلل في الحته الدفاعيه. لازم انت في بعض الاوقات وفي بعض المباريات
ما ينفعش انك يدخل فيك اهداف، ما ينفعش. مش كل الماتشات هتكسب 2 و3 و4، مش كل الماتشات صح تمام، ومش كل الماتشات المفترض ان يخش فيك اهداف او يدخل فيك اهداف. عندك واحد من افضل الحراس الموجودين في افريقيا محمد الشناوي، مظبوط. عندك دفاع المفترض انه عنده تجانس كبير جدا، بدر بنون وايمن اشرف، ايمن اشرف مع ياسر ابراهيم بينضم لهم في بعض الاوقات رامي ربيعه. فالمفترض ان انت عندك لاين الدفاع انت محافظ على التجانس بتاعه، لعيبه عندها امكانيات وعندها قدرات وعندها قدره وامكانيه ان هي تصنع هجمه، تحضر كويس، تشتغل بشكل كويس. لكن في الماتشات الاخيره انت بتروح عندك مشكله كبيره جدا في الحته الدفاعيه، عندك مشكله كبيره جدا في الكرات العرضيه. أيوة. انت البنك الاهلي مسجلين هدف بكره عرضيه في النهايه، الماتش اللي فات برضو الاسماعيلي مسجل من هدف من كره عرضيه تمام. فانت عندك مشكله في الكرات العرضيه وكيفيه التمركز بتاعك ومراقب والمان بتاعك. الاهلي عنده مشكله في الحته دي. لما بتلعب على بطوله دوري عام يا كابتن ايمن، اه مطلوب انك تسجل اهداف، مطلوب انك تستغل كل الفرص، بس الافضل من كده مطلوب انك ما تدخلش فيك اهداف. صحيح. الفرق المنظمه دفاعيا يعني كانوا بيعملوا بحث كده، مين اللي بياخد الدوري، اللي بيسجل ولا اللي ما بيستقبلش. ايوه. فلقوا ان في اوقات كتيره جدا 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 اللي ما بيستقبلش ده اللي ممكن ياخد بطوله. ايوه تمام. أي. لانه ممكن يكسب مباراه 1-0، ممكن يتعادل ماتش ما يجيش فيه اهداف تمام، محافظ على السيستم الدفاعي بتاعه، محافظ على التنظيم الدفاعي بتاعه. الاهلي في المباراه الاخيره عشان نبقى معترفين، ما هو لازم تعرف الخلل فين تشتغل عليه. أي. لازم تبقى معترف ان انت عندك كره، دي جول الاسماعيلي كره عرضيه. أي. هات البنك الاهلي كره عرضيه، كره عرضيه تمام، وهات الجونه كره عرضيه. أي. تمام، كلها كرات عرضيه، كلها سوء تمركز من لعيبه النادي الاهلي وسوء مراقبه. مش خد بالك، مش فكره ان انت مش منظم دفاعيا، في فرق كبير جدا. ده الجونه كانت كره ثابته كمان، ما هي يعني عرضيه، كره اتلعبت بالعرض. بلال بيقول لك من المفترض في بعض الاوقات صح انك انت تدافع، من المفترض يعني مش مفروض انت فرقه زي النادي الاهلي زي ما بيقول بلال انك انت يبقى عندك زيارات كتير قوي كده، ويبقى عندك عدم التركيز في العرضيه. كل زياره خطر يا كابتن. آه. كل زياره خطر ازاي يعني؟ انت الكرات العرضيه بتمثل خطوره حقيقيه على النادي الاهلي. ماتش سان داونز هنا، هرجع بقى ماتش سان داونز هنا اللي كسبناه 2-0، ثلاث كرات عرضيه بثلاث اهداف محققه، واحده في العارضه، واحده الشناوي انقذها، واحده في العارضه، واحده جنب العارضه، ثلاث كرات عرضيه. عندك خلل في الحته دي. ما عشان كده احنا بنقول يا كابتن انت في ماتش لازم اكسب 1-0، ده ماتش بتاع ال 1-0. ماتش الاسماعيلي انت عارف الاسماعيلي فرقه كبيره ومحضره الاهلي كويس جدا، وهاب جلال محضر الاهلي كويس جدا، وانت عارف الصراع التنافسي ما بيننا وبين الاسماعيلي، فعارف ان المباراه ممكن ما تروحش 2-3-0، ما تبقاش مباراه سهله بالنسبه لك. ممكن إيهاب جلال غير من سيستم اللي بيلعب بيه ومتعود عليه عشان بيلعب النادي الاهلي، ابتدى يلعب زون ديفنس، مش فاتح الجيم بالنسبه له، بيلعب هجمات مرتده، وده ستايل مختلفه لإيهاب جلال والتركيبه بتاعته. غير تركيبته في ماتش النادي الاهلي عشان عارف ان النادي الاهلي عنده خطوره، عارف ان النادي الاهلي بيقدر يصنع اهداف، عارف ان النادي الاهلي ممكن يسجل اهداف في اي وقت. صحيح. ومع ذلك اتيحت لك فرص كتيره جدا للفوز وما قدرتش. ففي الماتشات اللي زي دي بنقول ايه؟ لو ما قدرتش تسجل غير هدف واحد يبقى هو ده هدف المكسب بالنسبه لك. صحيح. تمام؟ ما ينفعش يجي جول في النادي الاهلي في الدقيقه 83 من كره عرضيه فيها سذاجه من وجهه نظر الشخصيه، واحد على ثلاث لعيبه يا كابتن. فتحت يعني عندنا بس معلش الكره دي بقى، عارف يا بلال يا كابتن؟ بلال انت فتحت موضوع اهم ما في الحكايه دلوقتي. يعني اللي هو الديفنس بتاعك اللي بيتعرض للغزوات بهذا الشكل والعرضيات دي وكلام. احنا بس عايزين برجاو بعد اذنك يعد لنا اللي يجيب لنا هدف بتاع الاسماعيلي والهدف بتاع الجول، يعني الاهداف مكرره. انا هسالك سؤال كابتن. أيوة. ما ينفعش يبقى انا بيجي فيا جول تمام وبتيجي وبتيجي عليا فرص كتيره جدا جدا مكرره. ده هدف الاسماعيلي. بص يا كابتن بقى، بص هو طالع وسط ثلاثه، ممكن ترجعوا لنا عشان انا عايز اتكلم على حاجه. رجع بيطلع وسط، رجع لنا بدايه الهجمه، رجع لنا بدايه الهجمه. بقول لك بس من هنا لحظه واحده، لحظه واحده، لا رجعها كمان، رجعها كمان. ايوه بس من هنا، بص احنا فين دلوقتي؟ احنا في نص ملعب الاسماعيلي. كويس، ده العمق. بص العمق الدفاعي بتاعنا لحد جدا في 18. اه طبعا ده اللي بقول عليه. سبيس الفاضي كبيره يا بلال، انك بتلعب دايما جيم فاتح الجيم وبتعمل ستريتش للملعب. بالظبط. انت في اوقات يا كابتن عادل بعد اذنك، انت في وقت دلوقتي بتلعب كل ثلاث ايام مباراه. ما ينفعش يبقى انت عامل بتلعب فاتح عامل الملعب ستريتش، هتاخد منك مجهود بدني عالي جدا. لا بص يا كابتن هنا بقى، 3-1 مفيش رؤيه، 3-1 يعني كره عرضيه، ثلاث لعيبه، واحد بس بيطلع ياخد الكره، وكريم بامبو كان نفس الموضوع. 3-1 وطلع خد الكره. تمام. عندك ازمه كبيره جدا في الكرات العرضيه، مش معقول انت كل كره عرضيه عندك فيها مشكله. مع ان بص لحظه واحده، ايوه خليك هنا، خلينا هنا، ايوه خلينا هنا. بص يا كابتن،
في 3 على 2 هنا. بص في الكادر 4 على 4 5 بس في المنطقه الخطره. ما اقصدش 4 على 7 لعيب في المنطقه الخطره. 3 على 2 كمل بس الكوره 3 على 1 يا كابتن اهو. كمل كمل الكوره بس امشي بيها امشي برجاء وبعد اذنك بالكوره. ماشي نكمل كره مجنون. انا بتكلم على مين المشترك. بص يا كابتن 3 لعيبه على لعيب واحد ومع ذلك مفيش مراقبه مفيش مان. مشكله كبيره جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. انا هقطعك في دي بس. الفرق الكبيره اللي بتعمل العمق بتستقبل اجوان دايما من الطرف. الفرق الكبيره المفترض ان هي بتلعب على السنتر. ما حدش بيروح لها من الاطراف. عارف بيروحوا لها فين؟ بيروحوا لها بكره ثابته. الفرق الكبيره مظبوط يطرح لها كره ثابته. كره طويله. لا كره طويله مرتده. مرتده صح. مرتده منطقي في الاهلي. أيوه. منطقي يا كابتن. يبقى صح منطقي يا كابتن. العمق هو اللي حصل. افكرك جول اسوان كره عرضيه. هو كده برضه اسوان كره عرضيه. أيوه. مش اسوان برضه كره اتلعبت كره عرضيه. مش معقول كل ماتشات سواء اذا كانت ماتشات صغيره او حتى ماتشات كبيره ماتشات سهل او ماتشات صعبه يبقى عندنا ازمه في الكرات العرضيه. انا طبيعي يبقى عندي ازمه في الهجمات المرتده يا كابتن شريف. طبيعي ده امر طبيعي. الاهلي بيهاجم مساحات مفتوحه. الفرقه الثانيه يعني ما عندهاش منفذ ثاني ما عندهاش حلول ثانيه غير الهجمات المرتده السريعه. لكن ما ينفعش يبقى هجمه مرتده سريعه وكره ثابته. ما ينفعش يبقى كده. انت اديت كده فرص كتيره جدا للفرقه الثانيه ان يبقى عندها حلول مختلفه. تفتكر الدفاع بتاعنا خصوصا الاطراف بتوعنا بيبقى مهمتهم بحس ان هي مهمتهم هجوميه. لا برافو عليك. اكتر ما هي دفاعيه. فبيعتمدوا على نص الملعب اذا كان يا اسامه في ديانج او حد بيعوض الحته دي او سلام من الناحيه الثانيه. فده اللي انا قاعد عايز اشوف حل معاك في اللي احنا بنقوله ده. لا لازم بس فهل هي دي. لا انا بس عايز اوصل هل هو ده هو ده الشكل ان احنا بنهتم اصلا بالحاله الهجوميه اكتر من الحاله الدفاعيه. حتى لو في اهتمام يا كابتن شريف. كابتن شريف ده انا بساله كابتن شريف. هل هو ده حتى لو في اهتمام بالنواحي الهجوميه اكتر ده طبيعي. خد بالك من النادي الاهلي. انت النادي الاهلي المفروض مطالب في حاله تعويضيه يا اسامه. لكن في بيبقى في حاله تعويضيه لعيبه بيبقى ليهم ادوار في الوقفه يظبط الوقفه ازاي. ده الجول بتاع كريم. كره 3 على 2 برضه. كره 3 للاهلي على 2 ويعتبر 4 عشان الشناوي رابع. 3 على 2 عشان الشناوي رابع يعتبر 4 على 2. مفيش مانع يا كابتن. مفيش حد بيطلع مفيش حد بيراجع. فاكر يا كابتن اسامه لما اتكلمنا على المدافعين لما كان قلنا الاثنين بيطلعوا وكنا بنقول دايما لما بيطلع واحد الثالث لازم يبقى ثالث في وسط هو ده بقى التنظيم. هما الاثنين بيطلعوا مع بعض. التنظيم بقى الدفاعي في لحظه الهجوم. اولا لازم الخطوط تبقى متقاربه. لازم الاثنين قلب الدفاع لازم يقربوا وضغط. على نص الملعب والمدافعين لازم يبقى. ما هو كل ما هيبقى مقرب الضغط هيبقى اسهل. مزبوط. لكن كل ما بيبقى فاتح الملعب المساحات بتبقى كبيره فالضغط بيبقى صعب. دي واحده. فمش معنى ان الباكين حتى لو الباكين بيهاجموا لازم لعيبه وسط الملعب واللي هم قلب الدفاع لازم يبقى فيه تبادل في الادوار. الدفاعيه دول بيهاجموا يبقى في ناس ثانيه واقفه متمركزه دفاعيا مصبوط. ندخل بقى على تشكيل النادي الاهلي النهارده. كابتن شريف الشناوي وخط الدفاع ما فيهوش اي تغيير. ولكن النهارده زي ما قلنا الاستوديو اللي فات مستر موسيماني الفرق اللي بتلعب كور طويله وبتلعب على المساحات هو بيفضل ثنائيه حمدي فتحي وعمرو السولية. فهنا في تغيير في نص الملعب. حمدي فتحي هيلعب على حساب ديانج. خلاص النظريه دي انت قلتها المره اللي فاتت ونظريه فيها شيء من يعني من الاحترام وانها تتصدق كمان. يعني ادام الراجل بيدور على شكل الكره لما تترد مين اللي هيستلم وهيبتدي الهجمه ويبني ويكون عنده سرعه. ما كانت الكره بتبقى طويله فالدفاع بتاعك بيردها. أيه. لازم يبقى في اثنين ارتكاز عندك في نص الملعب بيستلموا الكره دي ويحصل حاله تعامل هناك للحركه بينهم وبين الاطراف بتاعتك اللي بترد بسرعه. أيه. والشكل العمق الهجومي اللي بيبقى موجود عندك. وقلت لك انا الحاله التبادليه اللي هتبقى بين كهربا وحسين الشحات وخساره محمد شريف خدت بالك بوالتر بواليا. أيه. يعني احنا النهارده هو راجل بيفكر مع اللعيبه بيفكر مع الملعب في التدويره اللي هي مع كل تيم بيلعبه ازاي الشكل الامثل بالنسبه له يكون في اول 45 دقيقه. أيه. وبيستشف من اول 45 دقيقه ان هو يوصل بفرقته لبر الامان في التعامل ان ما يجيش فيه اهداف ان هو اللي يقدر يعمل احراز الاهداف. فحته ديانج وحته فتحي
بتتعوض في اي وقت خلال ال 90 دقيقه، ما هي مش مشكله، بس هو بيبقى عنده فكر او عنده مفهوم ازاي يتعامل بيها في كل مباراه. صحيح. طيب كابتن اسامه، بيبدا كهربا على حساب جونيور، والتغييره الاخيره طبعا ده تغييره اجباريه اللي هي بواليا مكان محمد شريف المصاب وحمدي فتحي مكان ديانج. لا انا قلت خلاص كلمت مع كابتن شريف فيها دي. ماشي. هو كهربا بيبدا النهارده، وبواليا طبعا عشان على حساب محمد شريف المصاب، ده تغيير اضطراري. هو سريعا بتوع الثلاثه بتوع نص الملعب، هو واضح ان الثلاثه هايلين، والثلاثه هو يعني بيتبادل اثنين فيهم في بعض المباريات ويريح واحد بيستخدمهم الثلاثه، ويعني اذا كان وجهه النظر سليمه في النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها انه في الماتشات اللي فيها استحواذ بيحط ديانج يعني انا ما اعتقدش ده السبب، ولكن هم الثلاثه حالتهم كويسه، فهو يعني بيلعبهم هم الثلاثه، بيريح واحد ويلعب اثنين في كل مباراه يعني. اما بالنسبه لكهربا وجونيور اجاييه، ما فيش شك ان جونيور اجاييه الماتش اللي فات لم يكن في الحاله الكويسه بتاعته. وكهربا كان تعبان، احنا قلنا ممكن يكون هو بيدور في اللعيبه، بس طلع ان كهربا كان عنده سخونه وطلع بره المباراه. لكن ايا كان، جونيور اجاييه في المباراه اللي فاتت ما اداش المطلوب منه، يعني ما اداش ان انا بستغل، ما هو اللعيب اللي هو بيبقى قاعد كبديل او احتياطي او مش بيلعب مفروض يستغل الفرصه لاي سبب، واحد عي، واحد عنده ثلاث انذارات، لازم ينزل يبذل اقصى جهد حتى بيسبب احراج للمدير الفني انه يعني بيبقى مش عايز يريحه الماتش اللي بعده، عايز يلعبه لانه هو بذل اقصى ما عنده. فما فيش شك ان جونيور اجاييه المباراه اللي فاتت ما كانش في المستوى الطبيعي بتاعه، رغم ان انا بقول انه ده من احسن اللعيبه الافارقه اللي جم في النادي الاهلي في السنين اللي فاتت، كان ممتاز، بس انا مش عارف هو حالته الفتره الاخيره شويه بعيد، فطبيعي انه يلعب كهربا. كهربا كان جايب هدف او هدفين في المباريات اللي قبل الماتش الاخير، فطبيعي النهارده اتمنى كهربا يكون مؤثر ان شاء الله مع الفرقه، وكهربا هداف، واحنا محتاجين نوعيه اللعيبه تعرف تجيب جون، خاصه ان في مشكله شويه بعدم وجود شريف. خلي بالك دي. يعني انت دلوقتي الاعتماد على الناس اللي جايه من تحت هتبقى اكتر حتى من بواليا، يعني طبعا شريف وبواليا دي اضطراريه. انه شريف هو رقم واحد وجايب 19 هدف وما شاء الله يعني عامل موسم اكتر من رائع، بواليا كان بيلعب على فترات، الماتش اللي فات نزل مستعجل شويه، بواليا نزل مستعجل مش مركز على داخل ال 18، ما كانش تأثيره واضح في المباراة لما نزل مكان شريف، لكن وجود كهربا ووجود حسين الشحات ووجود قفشة يساعد موضوع بواليا ان يفضلهم اماكن، حتى لو هو مش هيجيب هدف، فرض انه ما قدرش يجيب هدف، على الاقل لازم يوسع لهم كتير جدا انه ياخده من الاماكن اللي هو بيوسع فيها. أيوة، لانه كهربا بيعرف يجيب جون، حسين الشحات بيعرف يجيب جون، قفشه بيعرف يجيب جول. وطبعا بواليا نتمنى له ان هو جاب برضه هدف او هدفين الفتره الاخيره، لكن اعتقد ان الثلاثي اللي هم خلفه هيبقى ليهم تاثير كبير جدا النهارده في ان هم يكسبوا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن عادل، التشكيل متوقع ولا كنت منتظر بعض التغييرات؟ لا يعني هو متوقع، احنا قلنا الحته بتاعت نص الملعب وبيتبادلهم بثلاثه، بيلعب باثنين من ديانج والسوليه وحمدي فتحي، لكن ال 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 الحته بتاعت كهربا انا كنت شايف ان كهربا كان المباراه اللي فاتت كان هو اللي يبدا، مش لكن جاله سخونيه وعيان. معنى تشكيل النادي الاهلي اهو على الشاشه ده. نفس طريقه اللعب ما فيهاش تغيير. هي نفس الطريقه، بس اللي اتغير فيها ثلاث لعيبه من التشكيل الماتش اللي فات، منهم تغيير اضطراري، اللي هو ديانج لعب مكانه حمدي فتحي، اجي لعب مكانه كهربا، شريف لعب مكانه بواليا. لكن اللي واضح الطرفين النهارده شغلهم هيبقى شغل كبير قوي، بالذات الشحات وكهربا، لان فرقه انبي من الناس اللي هي عندها الحته الهجوميه، بالذات محمد علي فوزي اللي هو بيلعب ناحيه اليمين، او مصطفى ديودار لعيب كويس عندهم سرعات لقدام، فالاثنين دول اللي هيشتغلوا، لو اشتغلوا هجومين كويس مش هيهاجموا خالص. علشان كده انا بطالب ان هما الاثنين يشتغلوا في الحته الهجوميه، حتى لو
دول مهاجموا يقفوا وراهم ولو بدايه مش هيطلعوا تاني يعني. ودي طرق من الطرق ان انت توقف فيها الاظهره. يمكن مصطفى ديودار ما بيجريش ما بيروحش كتير لقدام، لكن هو علي فوزي اللي بيروح كتير قوي. اما حته التشكيل بتاعنا انا شايف ان هو مناسب لانك طريقتك ما بتتغيرش، الافراد هي اللي بتتغير على الوقت الاضطراري يعني. يعني انت شريف انا اتمنى للشفاء طبعا، شريف لعيب كبير، بواليا برضو لعيب على فكره. كابتن ايمن بواليا من اللعيبه اللي انا من وجهه نظري انه يعني عنده احسن من كده كتير. صحيح. هو فرد كويس انا معاك دي. ايوه معاك، بس هو صدفه اول بدايه سيئه. مظبوط. انا بكلمك بجد، الراس حربه بالذات ده جول بالذات في الكره المصريه. خليني اكون برضو صريح معاك في النقطه ديت، البدايه بتاعته توقيتها كان خاطئ. ما هو ده اللي بقوله لك، البدايه غلط. ايوه بدايته كانت غلط. لاعب النادي الاهلي او الفيرود بالذات هو هدف زي. صح. محمد شريف، محمد شريف ادى كويس قوي على الطرف. صح. ماتشات كتير لكن ما احرزش اهداف، لما دخل واحرز اهداف محمد شريف بقى حته تانية. حته تانية. مظبوط. انا بقول لك ان بواليا من الفراود الكويسين قوي، لو خد باستمرار وجات له الثقه هيبقى فيرود. هقول لك يا كابتن، الجون اللي جابه في الانتاج الحربي ده جون لعيب كبير. ده جون لعيب كبير طبعا. في اخر ثانيه وبيطلع وراكب الكوره وحاططها تحت، فهي فده الفيرود. لكن النهارده انت هتقابل تيم كوره عالي. امبي في ثلاث حاجات عنده منظم، ميزه استقرار اداري وفني، عنده مدرب خبره كبيره زي حلمي طولان طبعا، عنده فرقه ثلاث اجيال في الفرقه اعمارهم متوسط بتاع حوالي 23 سنه ودي حاجه كويسه. منهم لعيبه متميزه، يمتلك اهم نقطه استقرار الفني. عندهم ناس ما بتستعجلش في تغيير المدرب. صحيح. حلمي طولان قعد سنه ونص اهو او داخل في السنتين ومرشح انه يشتغل سنتين. ده قال بيبني فرقه، ولان حلمي طولان اصلا من المدربين اخلاقيا كويس فنيا كويس. صح. هيبني كام سنه يا كابتن؟ لا هو بيقول بيبني فرقه، لان زي ما قال عادل كده عنده اكتر من جيلين في الفريق نفسه. يا بخت من كان عنده مدرب بيقدر يتواصل. هيبني لحد يعني هيقعد كام سنه عشان هو كابتن ايمن بيقول انه بيبني فرقه. ما بص خلي بالك، الفرق اللي ما بتاخدش بطوله يا كابتن بلال عندها حل من الحلين. ايه بقى الحل؟ اللي هو لما يجي يبني فرقه علشان يشتغل في المربع وبطوله افريقيا. هو على فكره قال لي كده يعني كابتن حلمي، كنت بتكلم معاه في موضوع من فتره يعني، في موضوع الفرقه يعني. فقال لي ان هو بيحاول يبني فرقه، ده الكلام ده ممكن من سنه يعني. بيحاول يبني فرقه علشان لا، بس كابتن حلمي بيقولها من سنه، علشان كان معدل الاعمار عنده ساعتها عالي. فابتدى يحط بعض العناصر ويدعم من بره. وقال لي هدفي في وقت من الاوقات ان انا العب على المربع او بقى قريب. كابتن ايمن في نقطه كمان، الكابتن حلمي من الناس، امبي دلوقتي ما بيشتريش بالارقام الكبيره، خلي بالك من النقطه دي. نادي امبي كان الاول بيشتري بارقام دلوقتي كبيره. دلوقتي مين في مصر يستحق الارقام الكبيره كابتن؟ لا انا ماليش دعوه بمين، انا بكلمك على برضو يعني الكلام، برضو الكلام لازم يبقى لوجيك يا كابتن. برضو انت بتقول انا بشتري بالارقام الكبيره، مين اللعيبه اللي في مصر تستحق الارقام الكبيره؟ ما هو بخلاف بخلاف اللعيبه الاهلي الكبير. بس ما انا هو امبي هيشتري من الاهلي؟ لا لا تمام. كابتن بلال انت بتشتري من الانديه دي اصلا، اللعيبه اللي ارقامها عاليه يعني. انت جاء مثلا انت بتتكلم على السالاريز؟ لا انا بكلمك على قفشه مثلا. قفشه كان في امبي وبعدين راح بيراميدز وبعدين جه على النادي الاهلي. كل اللعيبه اللي كانت بتلعب زي اللي احنا جبناه اسمه كريم كريم فؤاد. كريم فؤاد ده امبي انت جايبه رقم. انت بتقول هو ما بقاش يشتري بالارقام الكبيره. هو ما بيشتريش، ده حقيقي. هو مدرسته مدرسته ناشئين يعني، بيطلع ناشئين كويس. لا برضه اتغيرت، كانت مدرسته دي. لا هي اتغيرت. امبي ضعف من الناحيه الماديه. بمعنى ان امبي كان اكبر ميزانيه فرقه في الدوري المصري بعد الاهلي والزمالك. الكلام ده من 7-8 سنين امبي او 10. امبي دلوقتي من اقل ميزانيات الفرق في الدوري. اتأثرت عنده الامكانيات الماديه شويه. عشان كده هو بيبني فرقه. طيب. زي ما قال الكابتن ايمن. كابتن بلال عايز اتكلم معاك في جزء معين. النادي الاهلي بيعتمد كتير على العرضيات كويس؟ فاوقات كتير جدا في الماتشات اللي فاتت بنشوف نقص عددي
والكثافه العدديه ما بتبقاش موجوده بالشكل المناسب للعرضيات ديت في منطقه ال 18. والمان تارجت بتاعك ما بيلعبش بدماغه بشكل كبير جدا، يعني ما بيعتمدش في الاهداف بتاعته على الشغل بالدماغ بالكرات العاليه اقصد، يعني فاهم قصدي؟ ممكن الكرات العرضيه بتحرك كويس جدا تمام، الثرو باسز بتحرك كويس، الكرات القطريه بتحرك كويس، لكن اصلا المان تارجت بتاعك اللي بتشتغل عليه هو مش مميز في اللعب بالدماغ. وخد بالك ده يعني مش عايز اقول ضعيف، لان هو مسجل اهداف كتيره جدا بطرق مختلفه، وكل واحد عنده امكانياته بتاعته، كل واحد عنده يعني الطريقه اللي بيقدر يسجل بيها واحرز اهداف من راسياته، ولكنها قليله. يعني انا بقول التميز، ما بقولش ما بيعرفش، انا بقول التميز بتاعه مش في الكرات، لان هو طريقه لعب ان هو يسجل اهداف بالراس يعني تمام. وانت بتشتغل عرضيات كتيره جدا 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 جدا، فهو محتاج لعيب يعني خاصة في الماتشات المقفولة، عايز انت بتتكلم على رسام حرب صح؟ انت بتتكلم لما تقول مان تارجت بتاعي ما بيلعبش بالدماغ كويس، يبقى انا بقى محتاج اثنين مان تارجت عشان ما كانش بس يلعب بدماغه. لازم يا كابتن برضه واحد فيهم يجد اللعب بدماغه طبعا، ما هو برضه يعني يعني انا بشوف لازم اعمل له سبورت، يعني بيعرف يلعب بدماغه كويس، اللي انا اقصده سبورت بقى يعني هو مش كل راس حربة لازم يعرف يلعب على فكرة بدماغه كويس، يعني في حتى فراودة عالميين مش مميزين قوي في راس الحربه صحيح في اللعب بالراس، يعني بالرأس عنده اساليب مختلفه. أي. ففعلا شريف كده، شريف أي. اهدافه اللي هي من برجله والحاجات التحركات اللي داخل 18 مش مميز في الـ في الـ في الهيد، لكن جايب 19 هدف. في واحد تاني لا جايب منهم جول وقف في الهواء فوق مظبوط وحطها بالدماغ. لكن في ناس تانية بيبقى راس الحربه معتمد قوي على راسه وتلاقي من نسبه كبيره قوي من اهدافه براسه. اسامه انت هنا ده بناء الهجمه لفرقه انبي طبعا، انت هنا يا كابتن بتعتمد اعتماد كبير جدا جدا على الاطراف بتاعتك. هي. يعني ودي حاجه من ضمن نقاط القوه عند لعيبه النادي الاهلي، انك عندك طرفين المفترض انهم مميزين جدا جدا في الكروسات في العرضيات. فانت لازم يبقى في حل من الحلول، وحل كبير جدا انك تشتغل بدماغك بشكل كبير. ثبت لنا الكوره دي، ممكن ترجعها لنا تاني؟ معلش ما ترجعها لنا تاني عشان هتكلم مع الكابتن بلال على حاجه فيها. اتفضل. بص يا كابتن وانا بكلمك على لا هات هو يا كوره معانا، هات هو يا كوره معانا ماشي، هترجع لنا تاني ماشي. بص يا كابتن بلال اتفضل، احنا كنا ماشي، خلينا في الكوره دي نكمل. اللي انا بقصده ايه، انت عندك دلوقتي خلينا ثابتين، انت عندك دلوقتي زياده عدديه في نص ملعب الخصم تمام. انا بتكلم على الحاجه المهمه بقى اللي انت تخليك تجيب جول وتستفيد من العرضيه ديت. يعني انا في اوقات كتير مثلا لو الكره من ناحيه معلول ماشي كويس، الوضع الطبيعي ان راس الحربه الاساسي جوه ال 18 صحيح. الوضع المفروض يحصل ان الراجل اللي بيلعب على الطرف ده يخش ورا راس الحربه من الناحيه الثانيه. اوقات كتير جدا سواء من اليمين او الشمال بنلاقي حسين الشحات او طاهر محمد طاهر اللي هم المفروض ان هم بيكملوا داخل ال 18 بره ال 18. طيب دي نقطه، حتى لو دخلوا ال 18 الشحات لا يجيد اللعب براسه على الاطلاق، ما سجلش هدف بدماغه. هو ممكن يجيد اللعب لا انا بتكلم على العرضيات يا كابتن، ما سجلش هدف بدماغه. ايوه دي محتاجه حاجتين، يا اما انت بتكون عندك القدره والامكانيه انك تلعب بدماغك، يا اما انت لازم تبقى موجود في ال 18 زي ما انت بتقول، ده الحل الثاني. لكن انا موجود في ال 18 الكوره بالنسبه لي سهله، العبها بدماغي بلعبها ممكن تيجي جول طبيعي، تحرك قصدي تحركات يعني تمام. اللي حضرتك بتقوله ده كلام مظبوط 100%. انا كراجل طرف ملعب انا مهمتي لما تكون الكره في الناحيه العكسيه براس حربه تاني صح. هي دي المهمه الاساسيه بالنسبه لي على فكره. دي مش مثلا مش قدرات وامكانيات، لا دي طريقه لعب. أي. يعني طريقه لعب 4 3 2 1 تمام، او 4 3 1 2 ايا كانت الطريقه، 3 قدام 3 يعني 2 في 2 وينجرز بالنسبه لك، لازم واحد فيهم يبقى مكمل، يبقى راس حربه تاني عشان تدي فرصه لراس الحربه الاولاني هو يتحرك التحركات الطبيعيه بتاعته. مزبوط. يتحرك على الزاويه القريبه، يتحرك على الزاويه البعيده. زمان لما كنا بنلعب اثنين فراودو كان بيقول لنا دايما لازم تعمل شيفت، لازم تغير تغير وانت في ال 18 عشان ما تديش فرصه للسنتر باك صح. انه يمسكك. تمام مزبوط. عشان ما تديش فرصه للسنتر باك انه يركز معاك بشكل كويس. مزبوط. دايما تعمل له خلل، الخلل بيجي ازاي؟ من التحركات. صحيح. لما حسين بيضم تمام اغلب الاوقات المفترض انه يكون فاضي، انه مفترض ما يكونش حد معاه، المفترض ما يكونش ما بيلعبش على اليمين. لكن احنا برضو زي ما انت بتقول عشان هو حسين الفكره عنده انه ما بيجيتش اللعب برضو بدماغه، فدايما مدي مساحه لنفسه او مدي فرصه لنفسه ان انا عايز العب على طرف يا كابتن عشان استلم برجلي، مش عايز العب بدماغي، مش عايز احط نفسي في موقف ان الكره تيجي على دماغي فما اعرفش العبها فيبان ان انا
عندي نقص في الحته دي، فدايما المكان اللي يعرف يلعب فيه بالظبط، فدايما بيفكر انا امكانياتي رايحه فين. ايوه صحيح. لازم كمان يا بلال يكون عندك فلكسبيليتي انك تدور شكل الفريق في الغيابات. لما يكون عندي غيابات ومؤثره انا لازم برضو اساعد اللعيبه بتاعتي اللي انا بختارها دي صح كابتن، باسلوب لعب مظبوط صح. بوالي يا كابتن في الجونه كان مميز جدا في الحته دي صح، كان مميز جدا كمان تارجت، يعني معظم الاهداف اللي سجلها بوالي كانت بدماغه، بيبقى في جنبه واحد بيلعب تاني بيلعب عرضيه موجود في ال 18 عنده ثبات، كل الكرات العرضيه لو ما بيسجلش بيصنع، ولو ما بيصنعش بيعمل خطوره في الحته دي. ممكن بعده عن الماتشات فتره طويله يعني خلاه ممكن يبقى الثقه مش عاليه قوي مش كبير تمام ممكن، ولا تقول تغير الفرق الجونه غير الاهلي، الجونه الاهلي كله بيلعب عليه دفاع منطقي دفاع منطقي، لكن الجونه بيلعب هجمه مرتده ممكن تكون برضه طبيعي ممكن. بس حتى في العرضيات يا كابتن اللي كانت بتحصل بتتلعب في الجونه كان بيلعب بنقص جدا، حركاته رائعه جدا وعايز اقول لك انت لما تيجي تشوف بواليا ما بيخسرش كره عاليه صح، حتى في يعني في النادي الاهلي الكرات العاليه كراجل محطه كمان يا كابتن ما بيخسرش كره عاليه، لما في واحد الكره الثانيه بقى لازم واحد جنبه او حسين يقرب او كهربا يقرب او طاهر يقرب، لا حسين طاهر قفشه طبيعي ان الثلاثه يبقوا موجودين بالزبط. يعني في احيانا هجمات كثيره بتنتهي بالسكند بول مزبوط. يعني زمان كانوا بيعملوا حاجه في التاكتكس كده ان لما الجول يلعب يبقى الفرود الثاني ده اللي بيعمل السبرنت بعد راس الحربة الاول مزبوط. ده بيبقى عندك ثقه في راس الحربة بتاعك ان هو بيعمل جامب كويس طرق اللعب الجديده لما اختلفت وبقى في راس حربة واحد وثلاثه بيلعبوا تحتيه بقى اعتماد كبير جدا على الثلاثه اللي جايين من تحت دول ان هم يكملوا داخل ال 18 ويجيبوا اهداف. صحيح. انت لما بيلعب في ليفربول فيرمينيو راس حربه الاعتماد الاكثر على الاهداف من صلاح وساديو ماني ومن الاطراف. صحيح. ده طبيعي ان هو لما بيفضي اللعيبه الثانيه بتخش كرؤوس حربه ويكملوا عشان ما يبقاش متشافين. صح. نروح بقى لفرقه امبي وطريقه اللعب النهارده، يمكن اخر ماتش الامبي كان مع سموحه وكان اخر ماتش ليه مع سموحه قبليها بشهر لعب مع بيراميدز. فرقه انبي النهارده كابتن شريف بتلعب 4-3-3. اخر ماتش مع سموحه كانوا بيلعبوا 4-2-3-1، ولكن هو مع الفرق الكبيره زي ما قلنا بيقفل نص ملعبه وبيعتمد على السرعات في المساحات الفاضيه. بس هقول لك حاجه ايمن، فرقه انبي بكابتن طولان ما بيحبش يخسر، ولو هتشوف اخر خمس ماتشات بالنسبه له كسب ماتش وتعادل اربعه. فهي بتبقى عنده شكل 4-3-3 بامكانيات اللعيبه اللي عنده يقدر ينفذ ازاي في الملعب، ده اللي انا كنت بكلمه فيه علينا احنا كمان. مش ملتزم انا قوي ب 4-2-3-1 دي عشان انفذ بيها اسلوب لعبي عشان اطلع الاطراف بتوعي، بالعكس ممكن العب النهارده 4-4-2. فانبي بيلاقي في نفسه 4-3-3 دي بالنسبه لامكانيات اللعيبه اللي عنده هو بيديله اللي هو عايزه، بيعمل حاله ارتداد على الاطراف كويس قوي لانه عارف ان الاهلي الاطراف بتاعته هي القوه بنا، فبيحاول يوقف الناحيه اليمين الناحيه الشمال شويه للنادي الاهلي خصوصا الفرق الكبيره. يعني كابتن عادل هنشوف هدف مبكره الشوط الاول اكيد، يعني لان فرقه النادي الاهلي هتضغط عايزه تعوض الماتش الاسماعيلي ان شاء الله. كابتن بلال اتمنى الاهلي يسجل الشوط الاول واتمنى اشوف ماتش زي الماتش الدور الاول يعني تسجيل وضغط وتنهي الماتش بشكل كويس ومبكر ان شاء الله. كابتن اسامه ان شاء الله في اهداف، بس هو برضه لازم نبقى مركزين جدا من جون ايبوكا لانه سريع جدا وبيضغط على المدافعين على طول، فلازم يبقى في تركيز دفاعي كويس. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظروا.